مشاهدي قناة الوطنية، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم جلسة وطنية. بما أننا على مشارف موسم الحج، قررنا أن نخصص هذه الحلقة للحديث عنه في ظل ما يعانيه الحاج الموريتاني من صعوبات متعددة الأشكال ومتفرقة الأسباب. فعلا أحمد، فبعد أن كان الركب الشنقيطي معروفا لدى الحجاج من غرب إفريقيا وتعلق به مئات الحجاج منهم، حيث يخترق الفيافي من شقيق مرورا بمالي والنيجر وليبيا ومصر ومن ثم إلى جدة عبر البحر الأحمر ليؤدي فريضة الحج رغم الصعاب، أصبح اليوم رغم كسر بعض تلك الصعاب أصعب مما كان عليه. لظاهرة أسباب عديدة يذكر منها الواقع تكالب بعض وكالات الحج على جيوب الحجاج، مما أضرم صراعا قويا جعل الحاج الموريتاني بين مطرقة الأسعار الملتهبة وتدني الخدمات وسندان القرعة الرسمية. غالبية الحجاج هذا العام أسندوا إلى 50 وكالة من بين ما يناهز 100. ظروف منح تلك الوكالات أوقد خلافا بينها حول نزاهة تلك العملية وطرق منح الحج. ما نحاول الوصول إليه في هذه الحلقة هو ما مدى شرعية هذه الوكالات، وما هي تفاصيل منح الرخص، وأين هما وزارتي الشؤون الإسلامية والسياحة من الوقوف على الواقع المرير لحجاجنا الميامي. للحديث عن هذا وأكثر استضفنا لكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من جلسة وطنية كل من السادة محمد المختار واللم سعيد مدير الحج والعمرة، أهلا بك. محمد لمين وللعالم صاحب وكالة، ومرحبا والخنافر الأمين العام لاتحادية السياحة، وأحمد والعلي صاحب وكالة، أهلا بكم دولة الكرام. إذا سيد المدير مرحبا بكم سهلا، وشكرا ورانا شاكرين حضور الببليك، شاكرينكم على الحضور، يعني بدو معاكم سيد المدير. هذه الإجراءات اللي قالنها إجراءات جديدة والتي تم استحداثها لتنظيم الحج من طلب الوزارة هذه السنة، احنا ما تنشفنا منها ما هو أعلن وعجلت قطعا افتتاح موسم الحج وعجل، غير شفم مؤخر. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك تعلم، اللهم الهم لي رشدي وأجر من شر نفسي. أنا سوف أبدأ من حيث انتهيتما. أولا شكرا على الاستضافة، شكرا. بما أنها مناسبة أيضا إعلامية أشكر وسائل الإعلام الأخرى التي واكبتنا مثل الموريتانية والساحل. من خلال التقديم الذي أوردتما، الحج ركن من أركان الإسلام، ومن فضل الله علينا أنه ارتبط بالقدرة، وهذا دليل أنه فيه صعوبة بدنية ومادية. ظروف الحج والحاج تتغير بالأزمنة والأوضاع، خصوصا أن الوضعية الدولية أصبحت لها تأثير وتدخل في كل الأنشطة التي لها طابع تتقاسم فيها وتتداخل في مصالح الدول بما في ذلك الحج. قد يكون الحج فيما مضى سهل لأنها ديار كل المسلمين، واليوم ما زالت كذلك، لكن ظروف الأمن وظروف الاقتصاد والتغيرات العالمية التي تحدث لا بد أن تفرض على كل دولة أن تضع ضوابط لداخلها مهما كانت نوعيتهم. هذا لا بد أن يكون له مضاعفات أو صعوبات إضافية على ما كان يعانيه الحاج. صحيح أيضا أن تنظيم الحج شهد بعض الاضطرابات وبعض الصعاب، ترجع في بعضها إلى عدم استقرار الوضع المؤسسي لتنظيم الحج، وبعضها إلى التداخل وعدم وضوح مسؤوليات وحدود الشركاء المساهمين في تنظيم الحج، وأذكر بالخصوص وكالات السياحة. ثم اضطراب
تسيير بعض جوانب الموسم من سنة أخرى، فتارة وزارة السياحة تنظم وتقترح وتجتهد، وتارة يعود الأمر إلى وزارة الشؤون الإسلامية بحكمها وصية الحاج أو الوصية على الحاج في صح التعبير. كل هذه الأمور أوضحت أو فرضت على الدولة، على الحكومة، أن تتجه أو تتخذ مقاربة جديدة تساعد في ضبط تنظيم الحج من أجل إسعاد الحاج، ومن أجل أيضا المحافظة على سمعة الدولة وهيبتها، لأن أكثر من نصف نشاط الحج يمارس في بلاد أجنبية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لابد أن يكون التنظيم يتناسب مع واقع الدولة ومع نموها ومع السياسات التي تنتهجها حكومتها. هذا الأمر أو هذا الاضطراب الذي كان قائما في تنظيم الحج أدى إلى بعض الاختلالات التي لا بد أن تؤثر في آلية الضبط كلها، لأن بنك المعلومات عن الحج أو أرشيف الحج بنك مضطرب ومنفصل ليس متصل، ولا بد من سلامة وسلاسة تنظيم أي نشاط أن يبنى على أرشيف، على معلومات متتالية تصنف فيها الاختلالات وتتبنى فيها الجوانب الإيجابية التي تم التوصل إليها. لكن كما سبق أن قلت أن هذا الاضطراب المؤسسي في التسيير وفي التشارك في التسيير كلها أدت إلى هذه الاضطرابات التي جعلت من الدولة أن تتبنى أو تتجه أو تتخذ سياسة جديدة قائمة على سيد المدير. هذه الاضطرابات هذه سياسة جديدة هي نقولكم هي موضوع لكن من أجل أن أوضح أكيد أن في اضطرابات الناس كانوا تعرف عن حاجة كان حاولوا سيد المدير أنكم تكلموا شوي بالحسنية ياكل فمكم حاولوا تكلموا شوي بالحسنية ياكل فمكم. هذه الوضعية لابد أن تشرح وتوضح من أجل الوصول إلى نتيجة هو اللي تريدون نوصل إليه. أول خطوة لضبط هذا الأمر هو 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 هو, هو, هو علاج الوضع المؤسسي. أول مرة تنشأ إدارة مركزية وكلت إليها مهمة تطبيق سياسة الدولة في مجال تنظيم الحج. أنا إدارة ما كانت خارجة سنوات لا لم تكن ما كل سنة ما كانت خارجة قبل يناير 2015 نهائيا جديدة وكانت نعم جديدة وكانت هذا أدى للسنوات الماضية أنه كان يكل إلى هيئة مؤقتة تسمى خلية، تارة يسيرها هذا وتارة يعين عليها آخر، وبالتالي هذا ما هو يفسر الوضع اللي قلت لكم أنه البنك المعلومات ولا الأرشيف متقطع به اللي ما فهم جهة واحدة تسير الأمر، وبالتالي مسؤوليتها قد تتوقف عند هذا الموسم لتأتي جهة أخرى وتخمل لمسؤوليتها، وبالتالي ما فهم وصل في هذا. هذا تم علاجه بإنشاء إدارة مركزية سميت بإدارة الحج والعمرة وزارة الشؤون الإسلامية، وكلت إليها مهمة تطبيق سياسة الدولة في مجال تنظيم الحج. طيب بعد الإدارة نعم الاستحداثات كل الاستحداثات التي حدثت هذه الإدارة تبنت خطوات واستراتيجية جديدة مبنية على تحليل أو رؤية ما كان قائم من أجل تجنب الأخطاء التي ظهرت والتي كانت سببا في الاختلالات او الضعف او الفشل. سيد المدير لو سمحتم هذا كل سنه ينقال لنا على ان هاي السنه ما هي اللي تعود كل سنه الماضيه الاجراءات حنقول لك جديده شنو؟ هلا حنقول لك شو تاخذ منها؟ هلا حنقول لك احنا لا نتكلم عن جديد في سنه والله واذا هاي العدله هاي ما ولا ينقال لكم فيما مضى طبعا فيما مضى ما لا ينقال لكم على فهم اداره مركزيه ولا لا ينقال لكم هذا اجراء جديد هذا اجراء جديد حني لا تقاطعني خليني انا نجاوب على سؤالك اللي دور نقول لك ان شاء الله يقول لا ينقرك في السياق قد يفهم المشاهد احنا نتكلم فاش احنا ما نتكلم فراغ نتكلم احنا لا ينأسوا الوضعية كانت قائمة ونشوف الجديد فيه طبعا هذه الإدارة بما أنه كلها مهمة على أنها تطرح خطوات والله استراتيجية تنفذ من خلالها تنظيم الحج تبنت ما يلي واحد منه التبكير في انطلاق الموسم
أنا همي بدل حشره في 45 يوم، هذه المهمة صعبة، احنا عاد عندنا عامل الوقت ربح، معناها أن استغليناه في صالحنا، لأن عملية الحش منذ قرابة شهرين منطلقة، احنا رأيوك نكاد نكون في نهاية المرحلة الأولى منها اللي هي المرحلة الموريتانية منها. وده ما قد خليك. هذا ما قد خليك. في بعض الدول يعدلوا في شهر فبراير يبدو. في بعض الدول اللي شهر واحد. لا ما يعدلوا شهر واحد، غير ذاك بناء على تصوراتهم السنة القادمة 2016 بات انطرحت. إذا مثل عندهم جانب التنفيذ فقط. هذا هو اللي يساعد في ذلك. وهذا احنا قادمين إن شاء الله. احنا اللي نسوله حالا اعلنا 2016 باذن الله تعالى تاجيرا بعد منين تطرح انت تصورها به للبنى التحتيه اللي عدلوا بها هذا فتناسسناها فتنعرفنا من اين من اين من اين نمر. قلت الجانب الاخر هو استغلال الوقت. الجانب الاخر هو انتهاج لا مركزيه بالاستفاده من البنى التحتيه للشركاء في العمليه. على سبيل المثال احنا وبالمناسبه استندنا في التسجيل وفي القرعة على القدرات الفنية للوكالة الوطنية للسجل السكان والوثائق المؤمنة. وهذه مناسبة بعد تجعلني هذه أول مرة أشكرها ونذكر بعد أنه إنجاز ما أعطي له حق الإشادة به. باش تساعد طيب ساعد به أنه هذه الطوابير كانت تخل التسجيل تم القضاء عليها. أي مترشح الحج يكفيه بطاقة تعريفه يوقف مدة دقيقة واحدة يعطيها الجهاز له يطلع له معلوماته ويعطوه وصلا وسجل الحج. معناها انه انسيابية مطلقة. وهذه عفوا لو سمحت السيد المدير هذا شنو فايته؟ فايته ياسر انت لا يترشح الحج ما تلقاه منك نهار لا يتوه في طابور وذاك النهار قد يدي لك قاع تدخل بعض الامور الاخرى باللي تشري عادوا المواقع في الطابور تنشر وتنباع. انت من اجل انك تسجل لا يتوفون من اجل انك تعود رقم واحد ولا رقم اثنين تبذل ما كل وسعك ولا ملاك تقدر تقيل من الثامنه والله قاعد من الفجر الى نعود عليك الليل حتى الناس عاد بعض المواقع تطيب فيها تطيب لا قد يعدلوا قدام وكاله وثائق لا ما تعدل ما تقد به اللي سلاسل الامر انت قلت لك على انه لا نعطي مفارقه على سلاسل الامر اجعل الناس قاعد تسجل ما عندها امكانيات الحج ما عندها امكانيات الحج لا سهولة الأمر أنت تمر مدة دقيقة واحدة تدخل على وكالة فاتحة كل ملي كل مكتب عاصمة ولاية وفي مكاتب واشوط التسعة كل مكاتب مفتوحة لأيام العمل كلها من الثامنة إلى الخامسة في 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 بوابة مفتوحة للحجاج يعني واحد يعني ياك توضحوا للمشاهدين أكثر نعم. أنا عن حد يجيب بطاقة تعريفه لوكالة الوثائق المؤمنة بطاقة تعريفه مسجلة سلفا في قاعدة بياناتهم هم معناها على أنه مجرد تمتد للجهاز اللي عندهم هما بياناته لا تطلع شريحتها الى عاد قط حج لا عاد قط حج ذاك لا ينجي اللي له 4 سنوات اجبرنا قاعده البيانات اللي مستجمه مع الحاله المدنيه جديده وبالتالي كل حاج يرفض الجهاز قراءته وبالتالي يرفض تسجيله يعطي فرصه للناس قراءة طبعا هذا ما اللي بتت فيه الحكومه اعطت الاولويه للمقاطع حج طبعا قال لا انه المساله بما المساله ما قادت عم يرى الناس نصيب ما زال قليل والراغبين فيه الحمد لله عده هذا طبعا اجعل الدوله تتبنى فيه لانها والرسوم يدفعها منين الشخص اللي تقريبا في كيفه والله في كيف هذا لا نجيك هذا من هذا من من البنى التحتيه هو في مالي بنك سبحان يدفع انا ذكرت له اعلن الخطوه الثانيه الايجابيه في المجال هو لا مركزيه الاجراءات هاي لا مركزيه الاجراءات معناها عندي شنو اعلن جميع البنى التحتيه للشركاء اللي ساهموا في عمليه الحج استغليناها جويا على سبيل المثال احنا كان هون ينفتحوا بوابات دقيشه البنك سنترال في مكان واحد وطال الناس مولي عندها ذيك الطوابير نفس الشيء لزاد الطوابير اليوم احنا ما تلع عندنا كل عاصمة ولاية فيها تمثيلية البي ام سي اي وبالمناسبة اشكره ايضا على سلاسة العمل يدفع لهم عندنا حساب ومركز جايس البنك المركزي من شر اجانسات اجانسات اينما وجدوا وهذا نراقبهم يوميا ولماذا بي ام سي اي بذات؟ لان هي المغطية الساحة الوطنية ما في رواية اخرى لا ابدا طاولة. ابدا ما فيها. ابدا تاع طاولة قاع احنا ما يفهمنا لا تطمئن عليه احنا عدلنا رسالة وجهنا لعدلة البنوك المشهورة وقلنا لهم بعد المسعانة له أنهم الملهم عنده تغطية وطنية يعدلنا عرض
وجبرنا العرض البنك اللي مغطي موريتانيا باستثناء تجيجا وفتحوا فيها على علمي الاسبوع الماضي على انه البي ام سي اي وعدوا لنا عرض. كانت تجيجا عدلوا قاسوا لا احنا ما تعاملنا معاهم لين قالوا تجيجا لا يفتحوا فيها بدايه مايو. وهي لا ينسى جمع زمننا احنا. ولين ممثلنا لها قال لنا الناس ما فاتوا اتصلنا بهم قالنا فعلا فهم اجراءات ترتيبات ما هذيك تمليتي غير وشيء. لا هنا فتحوا قالوا الاسبوع القادم. يقير من اجل ما تنطرح لنا مشكله وجناهم الاقرب الوكاله البنك اللي هي مقطع الاحجار وعادوا يدعوا فيه وعلى ما اظن حسب المعلومات عندي ان الاسبوع الاخير من تسجيل فتحوا قاع هم وعدت الناس ناس 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 انتم وعدت الاداره المركزيه بعد قاع الحاج العمره تمام وخلق تعجيل تعجيل افتتاح الموسم افتتاح الموسم حق بعد اشتغل هم اللي لا مركزيه اجراءات ثم تعاملنا مع شركائنا في قضيه لا مركزيه الاجراءات هذه لا مركزيه الاجراءات نذكرك فيها روايه ثانيه على ان كتبنا لوزاره الصحه أعلن عمليات الصحية ما اللي كانت تعدلهون مجمعة بطوابيرها كل ولاية فيها إدارة جوية للصحة وفيها مستشفى جوي يعني ذاك لاش من قد الفاكسين هاي اللقاحات اللي فرض السعودية اللي فرض المملكة العربية السعودية وهذا ما اللي لبادش المعلومات الصحية اللي فيها الجروب سانج هو اسمه فصيل الدم وفيها معلومات معلومات حتى قاع صحته قدرته وعدم قدره الحاج من نفسه هذا كامل اصلا هو واللي يعدل له الاجراءات الصحيه وكانت تعدل هون وتعدل مالي بطوابيرها انا كبار لكم لان بسرعه على اللي هي المشاكل اللي كانوا يقول فيها الحجاج البيتين اللي واحدين يموتوا من امراض ما هي معروفه به اللي واحد منهم يتم في الحج لين يجود الدفاع المدني السعودي ولا يخلق مرات لا احنا ما نعرف هذا ما كان قايم انا هون غلبوا عليه نسيت ما ذكرت لك لان ما كان قبل يناير 2015 ما عندي عنه علم انا نعرف ذي اللي سير انا حالا لا احنا نعرفه كان يخلق احنا يعود عندنا من المعلومات لا يعود عندنا طبعا ما خلق لا يعود عندنا من المعلومات على الحاج لا نعرف اللي عاني منه واللي يستعمل من الأدوية معناها على كل وعكة طراتله كتابه على 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 صدره معلومات صحية يوجه مباشرة العلاج ولا المرض اللي فيه لغير ذلك معناها أنه يسهل بعد تشخيص مسبق وبالتالي يسهل علاجه شكرا سيد المدير فما شيخ تم استحداثه نعم فم الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة هي اللي تولات التعاقد معها بتعاون معها تولات القرعة الإلكترونية اللي ناس كاملة شاهدت وأثبتت مملي نزاهتها اللي ما دخل فيها شيء وحاضر لهم اللي عدول ونفس الوكالة طلبنا منها أعلنها سهل عمليات إجراء استصدار الباسبور الجواز أنها إلى مركزية إجراءات كاملة هاي تماما هاي إلى مركزية إجراءات إحنا نعتبر بعلنها ذاك بيئة التواجد اللي قد يخلق فيها كل شيء أعلننا تحاشيناها وأعلننا الحاج وفرنا له وقته ووفرنا له همه يعدل أهل النعمة يعدوا إجراءاتهم في النعمة ويقيسوا بليداتهم إلى حين وعيط لهم لا يمشوا أهل زويرات يعدلوا أهل روسة يعدلوا أهل نواشوط يعدلوا فيها إجراءات النواشوط وحدهم طيب وهذا هو اللي أعطيني فرصة شوي تفضل هذه الإجراءات واستحداث الإجراءات من أجل يعني أن يرتاح الحاج الموريتاني والله إياك يجبر ذلي الله يجبر على الأقل من ترى كان هذه الاستحداثات كان من ضمنها مسألة الوكالات اللي قايمة ضرب الوكالات لا ينعرضون باختصار باختصار ياكم قدرون توجهوا للضيف الأخر لا ينعرضون فقط يقير قبل أن نعرضونهم لا ينذكر بعلنا من جملة الأمور استحدثنا شيء قالوا الحقيبة الموحدة وهذا ما اللي خطوة أساسية جدا طيب حقيبة الموحدة حقيبة الموحدة الاستحداثات كثيرة مازلنا راجعين لأن نرجعون حقيبة الموحدة والوكالات الحلقة طويلة مازال في تور وخرس تمهمكم تنمي الرأي العام والله قدرت الإنجازات طبعا احنا نوعاو قيمة ذا شفت الحقيبة الموحدة احنا كنا نزق عشرات الملايين في السعودية النقل بضائع الناس مجهول بعد الحجاج تجارة وهي مدسوسة فيها التجارة طبعا على وقت الحقيبة الموريتانية ولو ضلت على سبيل المثال انطرحت في الصين لا ينعرف الحاج موريتاني ولا ينعرف رقم الوطني ولا ينعرف وجهه اللي مشى فيه ولا ينعرف متكاه اللي فيه معنى عنه ما لا تذهب العالم الوطني رقم الحاج تاريخ الحاج رقم الحاج وهذا لا يساعدنا حتى نقع الوزن وزن الامتعة لا نتخلص منه تدريجيا لا نعود فقط طائرة
هي الطيران تعامل معها لا تعود تحسب الحجاج تحسب حقائب ومدار مباشرة يسلكوا قاع من ذاك ما اللي تكدس وزني لا وزني لا واربعين غريات طيب شكرا أعطي الميكروفون لأخ محمد لمين وللعالم صاحب وكذا. سيد مدير الحج والعمرة ما تحدث لنا قبال عن أخبار الوكالات والمشاكل المطروحة لهم في الفترة اللي خصص من الحج نرجع له طبعا بإذن نرجع الحديث عنها. أنتم تحسون بأنكم يعني مهمشون أو مورست عليكم نوع من الضغوطات من أجل الخروج من ما أسميتموه وكالات الحج الغير مرخص لها أو المحرومة من المنافسة الشريفة من أجل الحج. كيف تؤكد أن الظلم وقع عليكم ومن أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تكمل فوق شوي. أولا أشكر قناة الوطنية. أرفع صوتكم يا سمع. أشكر أولا قناة الوطنية على هذه الدعوة الكريمة. وأحيي مدير الحج والعمرة وأحيي الزملاء الحاضرين معنا هذا المساء. قبل الإجابة على السؤال عندي توطئة مقدمة من عدة دقائق من أجل إنارة الرأي العام على إشكالية الحج. المهم في ذا كامل الاختصار بالضيوف أضع الحمد لله والحديث عن نفس الموضوع. فضل فضل. طبعاً. أعطيني الوقت وتوفر صياك إني وضح هذا بيه اللي مهم جداً. تكلموا تولي فوق إذا سمعت محمد أمين. محمد أمين ما أولاً نختار مبينة لأن نعطي نبذة أولاً تاريخية عن الحج. عن الحج. أن الحج أولا كان ينظم من طرف الخطوط الجوية الموريتانية من خلال الدولة الموريتانية وكانت تشرف عليه القنصلية العامة بجدة وهذا حتى سنة 2007 وبعد 2007 لين اللي فلست الخطوط الجوية الموريتانية حد الوزارة بدأت الإشراف على الحج بصفة تنفيذية الموريتانية والقنصلية الموريتانية بجدة. جدة. يعني سفارة موريتانيا. ونختار ذكر أيضا الوكالات ما قطعوا عاد ومعترف بممارستهم الحج يكون من سنة 2005. قبل هذا ما كان معترف رسميا من طرف السلطات السعودية ولا من طرف السلطات الموريتانية كهيئات مرخصة للحج. هذا الترخيص من سنة 2005. نختار هنا ما فهمت لو سمحت وكالات مالها ما كانتش؟ ما كانت معترف ما انا سامعكم انتم تكملوا فوق لو سمحت الوكالات ما كان معترف بها رسميا كهيئات مرخص لها من طرف السلطات السعوديه من اجل تنظيم الحج قبل 2005 كانت تنظمه بصفه غير رسميه. ايه اوكي تابع ومن 2005 اصبحت الوكالات معترف بها في الاتفاقيه الثنائيه اللي تعتبر من بين موريتانيا والمملكه العربيه السعوديه أصبحت معترف بها من سنة 2005 أنا أختار فقط نذكر به المشاهد. أختار نقول عن هذا الحج عنده إشكاليات إشكاليات مزمنة وعنده اختلالات كبرى. طيب. اختار هذه الاختلالات الكبرى نبينها هذا المساء بها اللي هي المشاكل كاملة ناجمة عن هذه الاختلالات الكبرى. نختار نقول أولا عن الخلل الكبير الأساسي هو خلط في المفاهيم لأن دائما نتكلم عن الحج الاجتماعي. نختار نقول هنا تياها الحج الاجتماعي. الحج الاجتماعي هذا الحج اللي تنظم الحكومة وتقول عنه حج اجتماعي ومدعوم من طرف الخزينة العامة. الحج فرض الله تبارك وتعالى كيف قال سيد المدير وربطه بالاستطاعة المادية والبدنية. أيضا هذا الدعم له اللي يخرج من خزانة الخزانة العامة يقدر أيضا يوظف في أمور أخرى مثلا كيف الصحة واضح والغذاء إلى ذلك. يعني بالنسبة لكم ما يلا الدولة تدعم له هذا اختلال كبير. هذا الاختلال الثاني هو ممارسة الوزارة لتنفيذ الحج لأن في جميع أنحاء العالم الوزارة تعود مشرفة للحج غير ما يلتهي تعود تمارس تنفيذ الحج وكأنها أصبحت وكالة كبرى. وبهذا المفهوم اللي ذهو أصبحت الوزارة فاقدة المصداقية لإشرافها على الحج بلعت خصم ولا تتحكم عاد أجانس. هذا إشكال عاد أجانس. هذا إشكال 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 كبير. أيضا هذا يجعل الوزارة في وضعية صعبة جدا
لانها ما دامت عندها علاقه مباشره مع الزبون، الزبون احيانا يكون ما هو راضي لا سيما في الحج. ايضا هذا ينعكس سلبا على 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 مسؤولي الوزاره، واحيانا تمارس ضدهم امور لا تليق بمكانتهم. يعني هذا اختلال تسميه زبون اللي حج محج الحكومه قالوا زبون، يعني هذا اختلال، هذا اختلال كبير جدا. الاختلال الاخر هو اقصاء وزاره السياحه، لان هذه وزاره السياحه هي الوزاره الوصيه للوكالات، وهي الوزاره اللي ترخص الوكالات، وهي اللي تسحب لهم الرخصه، وهي اللي قادره على تصنيف الوكالات. يعني وزاره التوجيه الاسلامي ما عندها اي خبره في ميدان السياحه ولا ميدان السفر، وكون هي تكون هي المباشره وهي اللي ترخص لهذه الوكالات للحج، وهي اللي تصنف، هذا في الحقيقه اختلال مولي ايضا كبير جدا يجب تصحيحه. الاختلال الاخر والكبير جدا، الاختلال الرابع، هو عدم احترام الوزاره للاتفاقيات الثنائيه. الاتفاقيات الثنائيه بين اللي كل سنه وزاره الحج الموريتانيه تبرم عقد مع وزاره الحج السعوديه منظم الحج. وهذا الاتفاق اللي ذا هو ينص على ما في اي وكاله تقدر تنظم الحج باقل من 50 حاج. هذا شرط الكل. والوزاره هون، لكن هذا الشرط حنين، هذا الشرط بين الوزاره ووزاره الحج في السعوديه. طبعا، وهذا هو شرط الكل، لان يعني اي وكاله اللي تنظم الحج لازم تكون عندها حصه 50 حاج. هذا هو. ولا عاد ما هي 50 حاج ما تنظم، السعوديه ما تقبلها. لازم تكون عندها 50 حاج، هذا هو الشرط اللي عندهم، لان السعوديين ضبطوا الامور ولا يقدروا يكثروا عليهم اعداد الوكالات وعدلوا هذا العدد اللي هو. يعني نحن هون عندنا كل حاج نعطى له 18، بعض كل الوكالات نعطى له 18 حاج، ويفرضوا عليهم التكتل، يتكتلوا على الاقل 3 وكالات، اياك انهم يديروا الحصه بس واحده منهم. تم الفرض عليهم، يفرض عليهم، تفرض على الوزاره. الوزاره فرض عليهم قانون اللي مطبق اللي هذا اختلال، هذا اختلال، لانهم ما احترموا الاتفاقيه الثنائيه المبرمه بين موريتانيا. الاختلال الخامس والاخير هو ارتباط الحج، تنظيم الحج بشخص الوزير، والله بادارته اللي عينت الان، لان هذا الحج اللي هو مرتبط بهذا المسؤول الاول للوزاره، وتعرف المسؤول الاول للوزاره يتغير دائما، وعندما يتغير تتغير الامور. قرارات اللي قبض تتغير، احنا دائما ناركاتي عدة سنوات، احنا كل سنه يجينا وزير جديد ويجيب لنا شروط مثلا مجحفه وغير، قد يعود مثلا به اللي ما يعرف الميدان ويجيب لنا الشروط ويقول لنا على كل حال سامحوني بيا لي يعني سنه جديد، يقال السنه الجايه ولا يجينا واحد ثاني جديد، واصبحنا ايضا في دوامه، دي الدوامه اللي هي ما انا قاعد سمعت احمد امين في نقطه، هذا بعد السنه اللي نتكلم عنها ورك الوزير بعد اللي جاك موجي، الوزير جانا جديد بعد به موجي باللي كان يعرف الوزاره، حتى يعرف مشاكل الحج، يعرف ولكن جديد كوزير، انا قلت له مرتبط، يعرف الوزاره، يعرف مشاكل الحج، انا قلت له مرتبط بشخص الوزير، هو يعرف وقاش هو يعرف الوزاره، قال ما يعرف اشكاليه الحج ولا السفر. الحج والسفر عنده هيئات مختصه، هي وكالات تمارس هذه القضيه وتابع الوزاره اخرى، يعني انه هو يقد يعود فعلا يعرف الوزاره ويعرف رواج الوزاره، يعرف الحج، ولكنه حتى الحج الطريقه قد يعود يعرف الحج فعلا، ولكن 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 هذه السنه الاولى. ونحن اللي صحافه والموضوع نهتم به اهتمام بسيط، الموريتانيين كامل ما تمد ميكرو لحد في البديه، ما قال لك الحج كان خاسر، الناس كانت ترقد في البديه، واحدين يموتوا، قلت لك عندي في حاج موريتاني الدفاع المدني قبل ما يقبروا سون جروب سانجان، المشاكل اللي ما توفى وكانوا بلوكي في مطارات تونس المغرب، ما خلى حد ما يعرفه ولا حرى وزير، هذا كان مستشار وقطع عاد حتى قطع عاد عضو في في في, في الناس اللي تمشط كونترولي الحجاج في السعوديه في موسم الحج نفسه، وعنده فكره واضحه عن الموضوع. لا انا انه ما يقدر يعود، انا اقول ان هذا الوزير المجدد على هذه الوزاره وبين قضيه الحج قضيه متشعبه، قضيه يجب على اشراك فيها الشركاء كاملين، وقضيه الحج هذا انا اتكلم عن حج الوكالات، قضيه الحج الرسمي يتكلم عنه السيد المدير، ويتكلم عنه يتكلم عن قضيه الوكالات. ايوه تفصل بالموضوع في اخبار الوكالات والتنقيط والترخيص، المشكله شفتي قضيه الوكالات هذه قضيه في الحقيقه كما قلت فيها الاختلالات اللي قلت لك. تبغى تنافس وكالين قال وزاره الشؤون الاسلاميه؟ احنا شوف احنا هاو الوكالات اللي هي الان للمقبوض لها معايير مبنيه على اسس غير صالحه وما بنيه على باطل. كيفاش مثلا كيفاش؟ مثلا شفت الوكالات الان عندك طريقه تنقيض معينه تعرف؟ لا شفت الوكالات الان الطريقه المقبوضه لها المعيار الاساسي المقبوض لها هو معيار شين قال له بطاقه المنظم. بطاقة المنظم هذه من 2005 إلى اللي بدأت السلطات السعودية
الشرط المتاني اعترفوا الوكالات كهيئات عند الحق في نظم الحج عادوا فعلا من اجل ضبط عمليه الحج لا بد من اي وكاله نظم الحج يعود عندها مندوب وهذا المندوب تعطى له بطاقه منظم فعلا به لا بد له يعود هو اللي يسائل هو المسؤول امام السلطات السعوديه ضبط الوزاره كمعيار قالت ان هذا حد عنده ذي البطاقه اللي هي وكاله عنده البطاقه 2005 ينفذ البطاقه باسم مدير عام الوكاله كل سنه عنده نقطتين ولين تعود بطاقة المناظم باسم واحد من عمال الشركة فقط عنده نقطة واحدة تجبري مثلا الشركتين اللي هم 10 سنوات يمارسوا الحج وراي هون ما اتكلم عن الخدمة هون ما اتكلم عنه اتكلم عن فقط هاي البطاقة هاي بطاقة المناظم هي الأساسية لأن هاي المعيار ما عنده معنى تجربة ما عنده معنى لا تجربة نقول مثلا هاي الوكالات الثنتين اللي هم 10 سنوات نعطوه نفس النقطة نقول هذه الوكالة مثلا عندها خدمة افضل من الاخرى نقدر نعطوها نقطه اكبر منها ولكن هذا بمعزل عن 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 اوكي تفضل هذا المعيار هو المتخذ الان اذا التنقيط يعتمد على اسم البطاقه تابع لمن حق بقى هذا المعيار فقط ما هو عادل ده. وهذا غير عادل به اللي هذا تعرف نتيجته شنو انه حاز على وكالات عريقه ووكالات معروفه ووكالات عندها ثقه دوليه عندها ياتا وتمارس العمره وحاز عليها وقصاها بهذه القضية التنقيط اللي هو بهم اللي مرحلة معينة قد يعودوا ما عدلوا الحج يقارنين بدوا يعدوا الحج عادوا الباب مقفول أمامه لأنه حد ما عنده بطاقة منظم ولا عنده نقطة ما كان عدل الحج اسمع قد يعودوا مرحلة معينة ما 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 اهتموا به كان واحدين في رواية غير قدوا مرحلة معينة اهتموا به يعطين قبل معايير ما هي المعيار وحده تكبر مثلا وكالات مثلا عريقة مثل INFTA أول وكالة موريتانية خايب في بلاي شوف لو سمحت لا يطرح لك سؤال بسيط انت اللي تقبض وكاله الصوريسي والمعراج واتفاق كامله اللي تقبض لو سمحت خليني اطرح لك سؤال انت تقبض وكالات كانت عندها ياتا وبيتري معروفه كانت تعدل عمل سياحي حقيقي شهور دول ثانيه اسمه شنو غير ما قد شغلت في الحج ما الله لك عن وسامه كانت تشغل في الحج اللي كانت عندها روايات خرواح اللي فيها توكل فوط الدوله وتقبض بيات من عند شركات اللي نعرفوا الوزراء وتبتيب وتبنض الناس كامله لا يعني عادك ما تخارق عاد واحد في الحج ولا سوال شفت الناس كامله على الناس كامله على ولا سوال الناس كامله واحده في الميدان برك برك واحد في الحج اللي عاد خارق للحج هذا وش نظركم انتم الناس كامله لا لا الناس كامله واحده في الحج واحده في السياحه والحج هذا ايضا نختار نقول عن لا عندك بطاقه منظم لا الحج هذا عبارة عن سياحة لا لا عبارة عن سياحة دينية سيمودي لا قبل نقاطي ياك الحج عبارة عن سياحة دينية الحج يتكلف ماش يتكلموا عنه الحج يتكلف يتكون من بيئة من تذكرة يتكون من تذكرة ويتكون من فندق ويتكون من نقل بين المشاعر وهذه هي والناس تعرفوه وهذه الناس اللي هي الواحدة فيه من سنوات عديدة واحدة لافذة المهنة مهنة السياحة والسفر الحج فعلا جزء منها يقدر يعد وكالة قطعة الحج عندها خبرة قد تعود مثلا قد عندها خبرة في هذا الميدان ولكن وكالة أخرى قطعة الحج عندها خبرة سؤالي ياكل بذوب العجلة سؤالي هذه الوكالات اللي معروفة وعريقة كي قلت ومعروفة طبعا موريتانيا غير ما قطعت عدد الحج لماذا واحلف الحج ذلك سؤال واضح يعني اللي جاب الحجر هي 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 في الماضي كانت قط في البعض القط ما اللي قط يعني الحج عندي بطاقة والبعض اللي ما قط انفرض امامه الباب بهي الطريقه به اللي عاده لا احد عنده بطاقه منظم لا يتعطى له حصه هاي 34 وكاله اللي انتقلت انهارت من الدوره لانها حسب لانها عندها تنقيط وعندها بطاقه منظم والوكالات الاخرى العريقه اللي ايضا هي عندها خبره ما هي اخبار الحج الحج ما هو مانعين الحج من حيث الحج العقائدي الحج كسياحة دينية كسفر هذا الحج اللي هو ينتقبض وكالة مثلا عندها 30 سنة في السفر تذاكر تقطع التذاكر وكالات أخرى ما تقطع التذاكر وكالات أخرى تعدل الحج فقط عدل الحج عفوا الحج ما ولا تذاكر يعني الحج شخص على مسؤولية وكالة يا أخي تعتني به لين يمشي لين يرجع طبعا لا الحج صحيا ومنزله الحج لا يسكن ولكن الأساس في الحج هو التذكرة ياكن يوصل البلاد المقدسة وهو سكن في المدينة ومكة وفي المشاعر ونقد هذا هو الحج ما نتكلم عن القضية العقائدية ولا وسب الأركان ولا طبعا تعني الحج من نفسه وهذه القضية هي أيضا هي قضية نفس القضية حد لا يتمشي شوار فرنسا ولا تمشي شوار أمريك لا تقطعي له بيه ولا تنقليه بين فنادق وتنقليه بين كذا لأن الحج قضية عملية سياحية دينية هاي الأمور تعود واضحة أنا قايل عن أنا قايل أنا قايل وكالتي مثلا يمارسوا السياحة لهم
عده سنوات عود واحده منهم سجل ماستر الحج عندها نقطه فوق ديك الاخرى ما هو اساسي حتى الوكالات خلينا عنده خارجي ما عنده اذا انت مازلنا بطاقه الماضي خالد الترخيص الدولي ينقال امين احمد امين لو سمحت انت مازلنا بطاقه الماضي انا بالنسبه لك هاي الوكالات تقول لي حد لا يعدل عن باكينج ويقبض تور اوبيراتور مشي 20 رقاش قايس توري في الشور فرنسا ولا قايس كذا دمي بانسيون هذا ما واحد هذه مدينه تمشي من هون للمدينه المنوره ومن عند المدينه عندك بين مدينه ومكه وعندك نقل وعندك بين المشاعر وعندك مكه والمطار وعندك هذا كله نقل لا هذا كان مو بسيط لا ملايين المسلمين والباديه الموريتاني واذا عبد الله لا انا ما نقول لك ما وضح لك انا لا طرح سؤال انا ما اقول انا اقول لك عن هاي الخبره انها مهمه جدا يقال ما هي وحدها هاي الخبره مهمه جدا يقال ما قلت لك بعضها كمعيار هي وحدها يقال حد كان يقطع بيات ياتها ما هي خبره لا لكن لا شفت قضيه الحج هذا الشخص يقطع بيات ياتها حتى عنده فنادق وعنده نقل الناس ايش حاكم عن يمشي هو ايضا بانه يقطع لهم بيات على 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 المدينه المنوره يفدهم في باص الى مكه ويتابع امورهم بالمشاعر حتى انهم يوصلوا هو عنده خبره وعنده 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 عنده الكفاءة الفنية وعنده كفاءة يقطع البيات وبعض من الناس الآخرين إلى اللي بحد مثلا ثم تياه وجبر مشكلة في تذكرته لا يعدل يجبر مشكلة أيضا هو عنده مشاكل أيضا هو جوهرية ومشاكل بنيوية أنا ماني قايل عن الوكالات مثلا اللي مارسوا الحج لهم إقصار لا أنا قلت عن الفرض عدت في معايير عدة معايير تنقبل في عين الاعتبار إذا تخطأنا بيقبل معيار واحد بيقبل معيار واحد لا يعود ظالم لا يعود يقصي أناس أيضا هم عندهم الكفاءة وعندهم خبرة في ميدان السياحة وعندهم القدرة لأنهم أيضا يمارسوا الحج بدورهم واضح هذا تخطأنا بطاقة المنظم إيش فيه تنقيط وآخر إيش فيه آخر من شيء حتى الآن ما هم قابضين أي تنقيط قبل القرعة مثلا القرعة هذه قضية أيضا ما تستعمل في الاقتصاد. تخلي في يعني. قضية ما عندها أي معنى. بس محلة تقبض يوم الوزارة 2005 2015 قبضت قرعة 16 واسمها حصة طاعتها الوكالات جديدة ما هي موجودة على الساحة. هاي مسؤولية الوزارة بس محلة تقبض واحد تعدل القرعة تجيب لك أي واحد ما عنده خبرة. جديدة يعني ما موجودة الساحة شنو؟ جديدة ما موجودة الساحة يعني. جديدة تعود مكينة ورخص لها. يرخصها ما تمضي 40 ولا 50 لا في واحدين ما كانوا خالقين وعدت المرخصة لا قبل الحج باسبوع الله اسبوعين من يعطي الرخصة؟ الرخصة تعطيها وزارة السياحة لا هم قبلوا التنقيط العدل قبلوا 34 وكالة على هذا التنقيط اللي فيه عصر لا رخصة وقف على رخصة تمضي كم سنة؟ ماذا؟ تمضي كم سنة ما خالقها؟ يا أخي تعطي 4 سنوات ياك تأخذ الرخصة الرسمية لا واخذوا لهم الرخص حسب المعلومات اللي لا خبر مهم عندنا خاضوا من يوخذهم؟ توخذهم وزارة السياحة توخذ رخصة باسبوع كيف؟ لست أدري المهم لا ما تقلت لي الأسبوع لا نقول لك القضية لأن هاي المعايير اللي انقبلت لماذا يقبضوا 34 وكالة على معيار واحد؟ لا هذا في زبونية عاد سات العود وزارة توخذ رخصة ثلاث أيام يعني سيدي المدير حنوفي كلامي بسم الله تعالى معيار واحد ايضا قبلوا قالوا الوكالات اللي ما جاوا في هذه 34 وكاله قاموا واعطاهم حصه 5 وكالات وما عندهم خبره اعطاهم في القرعه 5 حصص والوكالات الجديده اللي قال السيد المدير الشد بها الان لهم خاضوا باسبوع قبل القرعه اعطاهم 16 حصه هذا هو تشجيع للفوضى وتشجيع ايضا لدي مسؤوليه ما نعرفنا عند اي وزاره لا لماذا لماذا؟ هو تبارك الله مرد الأخلاق في اللي يقول خليني أنا قلت لماذا؟ أنا قلت لماذا؟ لماذا تنقبل؟ هم قاع رام جابوا لهم هم 1000 وكالة من هم صبوا هذا هم قال أنا وزارة السياحة حنين قال وزارة السياحة أنا عندك أعمل إعمال حنين صالح أنا افترض جدلا هم جابوا هذا
يقروا ما هم ملزمين هما بأنهم يعطوها حصة يوم اللي هو مسؤولين عن الحاج ساب الوكالة يطلب يحمل الحاج ولا يطلب الحاج يعطوا حصة الوكالة جديدة ما عنده خبرة به الحاج لا يفقد فلطه لا لا جاي ما عنده وزارة يقرب ما لا يعطوا 16 حصة الوكالات جديدة وما عنده وكالات درس يعطوا ملاك مس عصاص هذا اختلال واضح يعني اختلال واضح وكان ما يطلب يخلي يطلب الوكالات يطلب مقبل إحنا عملنا أول السياحة وزارة السياحة بعلاتها قبلت بعد ودارت معايير وكانت ماشية عندها خطة لا هي تصلح للقطاع اللي خاسر اتفق مع السيد المدير انه القطاع خاسر ويجب اصلاحه خاسر هي اللي كانت مسؤولة عنه كانت عن... لا كانت هي اللي كانت مسؤولة عنه عام الاول بعلاته اللي خلق بعلاته طاعت حصة للوكالات جاتها وكانت معروفه طاعت محصصات مع 10 حصص اللي ما عندها تجربة بالحج طاعت عدل تمييز ايجابي للنساء ايضا هذا شيء مهم جدا طاعت محصة وعطات ايضا حصه للوكالات اللي عندها الخبره اللي ما قصاتها والسنوات القادمه كانت لازم اعلنها تضع خطه ياك انها ترفع من مستوى هذا 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 الحج اللي هو وتعود الوكالات كامله اللي تعد الحج تعود واخره عن طريق هو سموه اتحاد السياحه تعود وكالات معروفه ومصنفه وله اي حد عنده الحق بانه يولج الحج وهي هي 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 مناقصه ما يقدر يعود فيها شنو هي علاقتها بالوكالات بالخصوص هي وصايتهم هي الوصيه عليهم حق بعض طيب. هي اللي ترخص لهم وهي تسحب لهم الترخيص وهي تعرف قدراتهم وهي تقدر تصنفهم وزاره التوجيه الاسلامي ما تعرف الوكالات لان ما انت خبره في العدد لين نرجع لك لين نقيس هو الاستاذ احمد استاذ احمد تفضل عندك ميكرو احنا دورك تكلمنا طبعا العاد فيما شي تختار تردوا عليه ردوا عليه اي حد لا يتكلم وراء الاخر العاد بمشي يساوي ويختار ردي لما تريد تكلمنا عن المسطره اللي بين الوكالات والزبون اللي توقعوا مع الزبون شنو ثم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على النبي الكريم بدايه قطعا لازم نشكر الوطنيه شكرا جزيلا كوجه اعلامي وجلسه الوطنيه بشكل عام بين اللي نتابعها ومهمه عندنا وخاصه طرق هالامور بشكل جريء وهذا هو اللي ندوره احنا لحقنا نفهم الملابسات والأمور ما هي صالحة وينبغي للمشاهد والرأي العام لأنه تنار الرؤية في ذاك اللي موجود كان ولا هو بالكلام بالحقائق بالكلام السيل والفعل من قعب على ذاك الأساس احنا في ذا المجال ذا هو قبل ما نتكلم عن ذا اللي له مسطرة بيننا احنا والزبون لا بد ذلك أشار الأخ محمد رمين من نظرة تاريخية للحج وعلاقات الوكالة بالحج وعلاقاتنا مع الوزارات المتعددة وفي المجال هو ذكر قدر من الاختلالات فيها جزء مهم وحقيقي وفيها ياسر ما هو حق احنا عبر تاريخ نكو خصوصيين مرينا بعدة مرحلة موريتاني كيف قال هو والحقنا ننساوها بعد ما تشرف اللي قاع ما منطقي لأن تعود هيئة الطيران تدير عملية حج إطلاقة ونتيجة ذلك كانت هي ضياع الحاج وإفلاسه هي في الأخير بها اللي تقوم بدور ما هو دور المرحلة الثانية هي أنها بدأت إرهاصات جديدة مشتركة بين بعض الأمور حتى الهيئات الدبلوماسية نفسها إدارتها للحج لا جزء من ذي الأمور اللي مر بها كاملة اللي عقبت السلطات السعودية في الأخير نظرا لتداخل العملية ما تتعامل مع اي هيئه دبلوماسيه في مجال الحج اللي ما مطلوب منها عاد المطلوب منه تعامل مع هيئه على مكاتب خدميه وعاد ما يترين قالها بعثات عاد ينقالها مكاتب شؤون حجاج الدوله الفلانيه على سبيل المثال اليوم في مكتب شؤون حجاج الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه ياك يعود مكتب خدمي يعرف هذا الموحول فيه وقد يعامل معاه من دون صبغات دبلوماسيه ومن دون غير اذا احسن واذا اساء انا كاين مؤسسات موجوده في السعوديه ايوه جايه كيف بدي الله بمدينه جايك من حدود 2005 كيف قال لكم هو بدأنا ذيك الساعه يلا نفهموا المتغيرات الخلقية كانت الدوله تفتح حون ولا يوصل لها العدد حصه موريتانيا ما تعدى 50% من عدد الراغبين وكانت ثم اللي بدايه نحن معاها منين تفوت توفه هي وتقطع المول تخلينا شويه بقراها هذه مرحله وتخليهن تقول لنا بشو قيس السعوديه وشوفوا صيبه تقضوه وهذه تخطات ذيك المرحله من 2009 وهذا ينبغي يقوله وله للسياسة وله كلام السياسة بدأت وزارة الشؤون الإسلامية بدأت الدولة بعد قاع حددت شن هي من هو المسؤول عن الحج بعد قاع المسؤول عن الحج تنظيرا وتنظيما وتنفيذا وعادت وزارة الشؤون الإسلامية هي المسؤولة عن عملية الحج وشلست معانا
هون البعض يسهل جلست معانا كفاعلين وجلست معانا كفاعلين كاملين نقول هون عندي محضر موقع من وزارة الشؤون الإسلامية، من وزارة السياحة، من اتحاد أرباب العمل، من الفاعلين في المجال وكالتي. وجلسوا معانا وقالوا لنا شوفوا نطرحوا معايير متفقين عليها وطرحنا المعايير متفقين عليها وهي شنو هي على لنا شوفوا صيغة لا هنا بدؤوا نخلقوا طريقة يخلق بيها قطاع خاص مهني في هذا المجال. وفي ذيك الفترة بالذات نبهكم على الحصة اللي عطاونا أكثر منها أكثر من عدد الوكالات بقيش من الحصة ما همشي في السنة الأولى وهي اللي بدأنا إياك 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 يقد عملية الخصوصية تنجح ما تقد تمرق اللي قال له مجال التجربة شخص يقطع تذكرة قاعد على شارع موريتاني ما قط دخل السعودية ولا قط شاف أمور الحج ما يقد بدأنا يقوم بالحج ونجاح سر نجاح أنا ما قاطعتك أنا ما قاطعتك سمعت حالك ما قاطعتك أرجع لك ميكرو ما قاطعتك سر نجاح لا وفي 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 سر نجاح الحج على مستوى المملكة العربية أنا مازال قانعني قرني ما قال لي سر نجاح سر نجاح الحج سر نجاح الحج على مستوى المملكة العربية السعودية لأنها حازت على أسر عبر التاريخ أكيد أكيد عبر التاريخ في أسر على مستوى مكة تسمى الطوائف وعلى مستوى المدينة ينقالها الأدلة والله نظمتهم مراسم رسمية كمؤسسات جدود ومصنع هي أيوة يتم أمين عام وزارة يتم أمين عام وزارة يتم أمين عام وزارة جايك ذاك العينك عليه الحقائق ما هو المراد هذا يتم أمين عام وزارة إلى أيام الحج يلبس يافطة وسديرية مطوف ويعدل عمله به اللي ما يقدر يعدله ما هو ولولا ما عدله ما تنجح عمله ابن عن جد قال بها اللي ابن عن جد سمعت طيب. وهي هي اللي تنظم الحج هي المسؤولة اليوم عن النقل الناقلين اللي كانوا ينقلهم المسؤولين اليوم متنظمين في نقابة المطوفين اللي كانوا في مكة اللي يقوموا عملية الحج متنظمين في مؤسسة مطوفين الدول العربية والدول الأفارقة وشرق آسيا وغيره الأدلة في المدينة هم المسؤولين عن تنظيم عملية الحج بالمدينة من عند يوصل الحاج حتى يمشي في عهدتهم معناته ايش ناخذ من هذا اهميه اللي ينقال له التجربه في هذا المجال انا على سبيل المثال جيت لحقت دخلت الحج 2010 اي رقاج على المستوى يلا منين يجي الحق قطاع يتبع المسطره السليمه منين يلحق شيء امامه شفاف جيت لهنا ندخله ماني جاي من فراغ جاي من شركه سياحيه وجاي كنت ممارس السياحه ويجوني الاجانب فطاء استنى استنى شوي يا غير ما انا اعرف الحج يا غير جيت ما انا اعرف الحج اول السابق نجي السابق نعدله وهذا هو اللي الله يتبع كل رقاد مشيت حاج مع الدوله ومشيت حاج مع الوكالات وشوف الاقتلالات وشوف اللي من الله ندخل محمد رمين استنى ما محرف كاتش تكلم ساعتين وفترت الى انت فوز استنى ما معجلك شيء من اللي دخل حقت امامي مسطره شنو هاي المسطره اللي معدله هي على ان لا هي شار هو هناتي يقول لك مدير الوكاله يجبر نقطه بدانا التنقيط شنو معنى التنقيط وكاله عدلت تجربه الحج على مستوى السعوديه هاي تنعطى لها نقطه لماذا يندار نقطة مالكها؟ لحقنا في ذيك الفترة لأن محمد رمين إذا كان يعدل الحج يقبض وكالة ثانية ويقبضها ما هي معدل الحج إياك يقبض بها حصة ويقعد مولاها هون تنباع الحصة شن قال مولا الوكالة منين يمشي استنى شوي أنا ما فهمت أنت والله واحد ثاني أنا ما فهمت واحد أيوة واحد ثاني أيوة لا نقول واحد ثاني لا نقول واحد ثاني لا نقول واحد ثاني محمد امين ما عندك ميكرو ولا سمعت محمد امين ما قصده هو محمد امين هو عايز انا لا نقول اكس اوكي اكس لا هنا ندخل انا بوكالتي اسمع لا هنا ندخل انا بوكالتي ندخل بوكاله الال ندخل بوكاله الال لا لا عندك لا اللي بهدف منها انا جبران حصه على قومي وهي باقيه هون الحصه ما هي خالق ولا عمل عدل يعني تعمل اسم الرجاج ايوه نعمل اسم شو خلق نقال منين تمشي مع وكالتها منين تمشي لال مع وكالتها لا تجبرنا قالي ماذا بها اللي مشي من لال مع وكالتها معناها كسبت لال تجربه ومعناها الحاج وراعى به للشخص المتعامل معاه في نواكشوط جبره هك حنيني الشخص المتعامل معاه في نواكشوط ما باعه بيقول ذاك اللي تعاملت معاه لال مع الحاج في نواكشوط لا يقول هالحاج قلت لي ما عدلتي وهذا هو اللي خلق منه اليوم نظام مهني ذيك الناس اللي ما كانت جادة قد دخلت سنة ولا انتين مرت وبقات وارواقيش اللي جديين اللي بدأوا يمشي الواحد منهم أربع مشيات إياك عد الحج عند منين يعطاني الحج في الشهر السعودية إياك تشوف إشاراته وتشوف ذا لا يتعدى ومنين اللي ينعطارك الحج من اللي وراها لا تمشي مع حجاجك مماكبهم إلين تردهم هذا هو اللي اكسب التجربة حضرت جيت الطوافة وعدت أعرفهم كأشخاص أنت فارغ عليك تتعامل معهم وجيت الأدلة وعرفت السوق من قد السكن وغيره وعرفت المخيمات وعرفت أسرار الحج
عملية عظيمة ومعقدة وتحتاج تجربة. الحين شوي نسولف. لماذا مدير الوكالة بالخصوص؟ علاش ما عندهم عمال يقدروا يتكلموا؟ استناي استناي لجينا 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 عليه كامل. هذا حنين هذا ابدي محمد امين. تفضل تابع. هذا لماذا لو سمحت لو سمحت لماذا هي اللي ينبغي اسمع اصلها نقول لك هي اللي صنت هي اللي لا 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 تخسروا برنامج لا تخسروا برنامج خلوكم الفي تابع تابع اسمع هي اللي نقول لك لماذا عامل نقول لك لماذا عامل هي اللي لا ينبغي رقاش من المبديه وسجل عامر به اللي اياك تنباع به الحصه فهمتيني ولا ما فهمتيني؟ واضح فهمي بعد لا يسجلك انت انك عامل عندي وانك جيتي انك ماشي مندوبه باسمي وانت هاي خارقه ولا من بطاقه مندوب انباعتك الساعه وتم ذا مبارك معاه الين وصف الحال وعادت اللي مهني يمشي لا اصفى اصفى هذا عدلنا بها اربع سنوات اصفى الحال اللي مهني في الحج انا معاك شوف شو احمد استنى منين دخلت وانا لا نقول على اني الناس اجدد لا نقول انا بعد قاعد على سبيل المثال مثالك انت انا 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 نقبل راسك كمثال محمد رمين احترم نفسك احترم نفسك ما قاطعك حد انت راجل سنك كبيره ونحترمك ونقدرك وافكارك سمعتنا ياسر من الافكار ما قاطعناك فيها صح والله ما اذا تعود الصم محترم لا تقاطع تابع 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 احمد تابع لو سمحت تابع المحترم ما عنده علاقه باحترامك احترامك احمد لو سمحتم احمد امين خليكم اللي حاضر بجنبي لا تخسر البرنامج لا تقبل لا تقبل الميكرون هاي الميكرون تكلم ما قلت اقول لك لا تقاطع لو سمحت اذا قلت عن احد ما يعرف بك ويعرف المزلفة ومين انا ذا كامل يعرف الموضوع كامل قبل وما يقدر انا اللي اعطيك مثال بنفسي انا اللي جيت حق نظام قدامي هو على ان رقاش جديد شنو المعيار اللي يدخل به ادخال القرعه لماذا ذيك القرعه الهدف منها ادخال دم جديد للقطاع قرعه يعني متخلفه اسمع, يعني اسمع القرعه صحيح لحقنا مرحله ومعاك ذكرك على القرعه هي بلاء القطاع لا معنى غير المرحله اللي اندارت في البدايه كانت تجي ناس جديده كامله متكافئه افضل متكافئه فيه بعض منها قرعه اياك رجاج يدخل منها حد يكسب تجربه انا منين جيت على سبيل المثال انا منين جيت دخلت القرعه مضيت سنتين ادخل بالقرعه ما ريت شيء غير منين جيت كنت جدي في الموضوع مشيت انا من راسي من يوم قبلت الحج 2010 نمشي أربع مرات مع حجاجي ونمشي إياك نعدل أمور حجي ومقتنع بالمجال وماشي فيه خالقين وكالاته ونحن نحترمهم ونقدرهم وكالات كبيرة في ذلك ينقال له بيتيري ولا نقول قاع السياحة قليل السياحة ما هي خارقة السياحة ما هي خارقة بيتيري أشخاص كانوا خارقة لها ريسبسيون وكي قلت التقبي أهل بيتيري لله الحمد كانوا واحد من ياسر من شيقانهم على الحج وكانوا قاعد في مرحلة معينة متنسين بالحاج فيه للحاج من مستوى معين فيه البادية وفيه الناس المتصوفة وفيه الناس اللي ما يلا قاعد تدخل نوع معين ولا داخل منه شيء كبير إيه ما ولا داخل منه رويخي في ذيك الفترة اللي احنا متنسين بينا كسبنا احنا تجربة وجد علينا القطاع ومشينا معاه واليوم فيها أشخاص بدأوا يبقيه مجال مفتوح وقضية المعايير وتحيين المعايير ونشوفوا على انه نجدوا عليها بعض الامور هذا ما في حد عنه يا غير ما اللي ما معناها على ان ننكروا على ان فهم اطار سليم متفقين عليه ومتفقين عليه ذيك لكن كرر اليوم متفق عليه وزاره الشؤون الاسلاميه ووزاره السياحه واتحاد ارباب العمل والفاعلين الموجودين هذا اللي يطبق علينا حالا احنا هم اللي معدلينه ولا اللي مطبق للسنه ولا هي جهوناتيه ذا اللي طبق للسنه هذا اللي طبق للسنه لا نقول على ان عدل التجربه عامله ولا مع السياحه طيب ما جاوبت السؤال يا احمد لا يجيك على سؤالك لا يجيك فيه انا بطلع لي لك ذا اللي خلق عامل اول هو الصه هو اللي الله حق ما نبكوا عليه كل معايير ذا اللي قال له وزاره السياحه بدات العمليه بشي خاسر ما تعرفه لا اقول لك ولا ما تعرفه قاع الجانب الثاني ابسط حالاتها خلالها على انها عدلت مناقصه وحدت لها اجال قانونيه وجاتها جميع الهيئات ما فيها ذا اللي العامل قاعد على ان يطلبوها تمديده باتتمدد الوزيره شخصه منين عاد اسبوع بعده فتحت لماذا فتحت به اللي اشخاص عجزوا عن استكمال اجراءاتهم اياك تدخلهم يعني محسوبيه محسوبيه ومنين اللي دخلتهم قبلت لهم حصه خاصه ومنين اللي عدلت لهم حصه خاصه راد الله تبارك وتعالى ان ما استفاد منهم حد الا شخص واحد هذا الله ثالثا اللي يقول لك نسبه العليات احنا في قطاع اقتصادي كيف نعدل فيه هنا اولا العليات اللي انجبروا عام الاول راهي ما مشات منهم مهر مره واحده مره واحده هي اللي مشات لهي عقب ذلك الرجال كامل اللي ينقلبوا عليها وعام الأول ينقلبوا رجال عليها وهذا ينقلوا الفساد والخسارة ولا ينبغي ولا يتواسى والحاج أمانة أمانة ما ينبغي تخلي بينه ما هو رقاج مؤتمن وعقب ذلك لا ينشير من لأن كل رقاج وطبعه استنى شوي كل رقاج طبعه وما بدأ ذاك اللي يبغيه هذا اللي ينقلوا الحاج يقدر يتعامل معاه إنسان عنده مسحة دينية وعنده روح ديني وعنده لطف لا نقول لا نقول لا عنده لطف تتعامل مع مستويات اشخاص انا لا تقول لي السائح انا هو ده هو الماني هامني ينقال السائح
انت سائح عباد الرحمن. لا يعود احمل للبو احمل للبو سائح به اللي شخص مثقف يدور مني على انه نمشيه لا نقول قاعد لا موريتاني يبات ليله في الجوار ويبات ليله في كرمسين ويبات ليله ويعرف وقته ويعرف جهده ويعرف كيف هذا شخص ماشي بالباديه ما قد تركب طياره ماشي واعد له يتنافس ويتزاحم 5 ملايين ولا 7 ملايين ينبغي على ان الرجال يعود مراعيه ويعرف كيف يؤدي له خدماته. الجانب الثاني كيف ما اشار البعض قبيل لان اهم اللي يعني الحج ما هو قاعد في الدوله هم هك لا بد الرجال يعود يعرف ذاك اللي واعد هك ويعرف الطريقه اللي يقدر يؤدي بها عمليه الحج. هذا يؤدي فعلا نشير واضح. استنى لي شوي استنى لي شوي لا 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 انت ما جاوبت على مستارت الوكاله والزبون بسرعه 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 جاوب على السؤال. لا لا عادي لا سرعت ولا لا بيك انت تكلمت يا زلمه تفضل. انا تكلمت عن شيء اعرفه والحق جاي يرجع لك ميكروفون اسمع ميكروفون ما زال راجع لك لتجاوب على سؤال احمد ولا تعطي لا استنيني شوي استنيني شوي لين نقول لكم على الذرخ. اولا بعد قاع هذه قضيه الخمسين صحيح 18 من عدلها 18 سنتها وزارة السياحة عام الأول وش عدلت السياحة من اللي أنا عن السعوديين يدوروا لا وكالة ما يقدر يجي حد أقل من 50 حاج يا غير ما اللي لا بد من نفهم بعض الاختلالات شوي. إحنا من اللي 3 سنوات فيه نقص 20% من حصة مجتمع كم 673 حاج نتيجة عقب ذاك ازدياد الرغبة توسيعة الحرم ازدياد الرغبات تزداد عدد الحجاج الراغبين عدد الحمد لله الراغبين ولذاك الأساس هذه 18 احنا ما لنا معنا يا غير من عدل عدد وزارة السياحة وهذه الاختلالات اللي قد داني من عدلها احنا اولا بعد قاع يلا نفهم كاملين اعلن ذا اللي قال له تسيير الحج في العالم الإسلامي اللي سيروا وزاره الاوقاف ووزاره الشؤون الاسلاميه ويرقال محمد المنظرك ما عنده العلم اللي ينقال له ترخيص وكالات العمره وكاله الحج على مستوى المملكه العربيه السعوديه تعدل وزاره السياحه ترخيص يا غير ترخيص العمره وترخيص الحج يتم من طرف وزاره الحج وفي المغرب يتم من وزاره الاوقاف ومصر يتم من وزاره الاوقاف ولا بد من الترخيص الفعلي اياك تعود فاعل اقتصادي في المجال هذا بالطبع لانك كوكاله ترخص وزاره السياحه يا غير منين تقيس الحج تقيس وزاره الاوقاف وترخص لك وتتابعك بها اللي لماذا هي ربط العمل الله تعطيك وهي المتابعة وهي اللي دور ما تؤكدها بالشكل واضح طيب. وهذا هو الواعد ينظرك ندوره سؤال ثاني سؤال يجاوبنا عليه اسمح لي شوي وش واعدين ندور وعود وفهم تراخيص على مستوى إدارة السياحة ونذمن ماني ساهي عنه نذمن على أن إدارة الحج تشكيل إدارة الحج وهذا رجال لا هي يقول ما يختري باختصار إدارة مركزية بعد قاع إدارة مركزية هذه أول مرة تخرب طيب وتعطينا امل لان معناها ان السنه الجايه لا نقعد مع نفس المدير والله مدير ثاني اللي هي يجبر قدامه اداره بارشيف وعندها عمل عدته عامله واللي قد يتابعه ما هي خليه يكفط مولاها تواغط ويتم ماشي طيب واضح هذا بشكل جدي طيب اعطي الميكروفون بدنا نرجع لك من اجل الموضوع الثاني اعطي الميكروفون نجلس الاستاذ مرحبا الخنافر الامين العام لاتحاديه السياحه انتم الوصي على وكالات الحج والعمر صح طيب عقب الجدل اللي خلق قدامك وعقب عملية التنقيط وإعطاء الرخص الواحدين واحدين من أعطاهم الرخص أنتم كوصي عليهم معناكم تعرفوا ذوك عندهم الكفاءة من قلتها يعطيكم تعودوا من درك أنكم شايفين على أن هذا إعطاء الرخص اللي ذوك اللي أعطاهم الرخص وذوك اللي كردوا عنهم الرخص كان على معايير سليمة انطلاقا من معرفتكم بالقطاع. بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أشكر قناة الوطنية على الاستضافة من أجل تنوير الرأي العام حول هذا موسم الحج وتبعيات هذا التصفية اللي خلقت الأسبوع الماضي وهي الإجراءات اللي انقام بها بفترة قدم من فترة الأولى اللي أصلاً خارجة وهذا كامل من أجل إرضاء الحاج وإعطاء له قيمة على الحجاج الموريتانيين لا مدروسين ومقبولين بعين الاعتبار من أجل أعلنهم يعودوا وضعية تليق بهم بالحاج الموريتاني. اولا احنا ما لنا وصيه على انتم من عام الاتحاديه السياحيه احنا اتحاديه منبثقه من اتحاد رباب العمل الموريتانيين ونمثل القطاع الخاص اللي هو الشريك الرسمي للدوله في طرح الاستراتيجيات في المشاركه في جميع سن القوانين والمراسيم اللي تتعلق بالقطاعات المختلفه من الشعب منها اتحاد رباب العمل الموريتانيين من اتحاديه الزراعه للصناعه
للبنوك للسياحة للخدمات إلى غير ذلك. الوكالة وهدفنا ومسارنا والمهمة المكلفين بها هو حماية منتسبين في قطاع. أي رواية تعني قطاع السياحة إحنا مسؤولين عنها. مسؤولين عنها باش مسؤولين عنها في أدائها المهامها اللي مشوا عليها. ومسؤولين عنها فانها ما تظلم ولا يقصر في حقها ولا مشاركتها مع القطاع الخاص القطاع العمومي لان احنا تكميل للقطاع العمومي. طيب واي شيء لا يخلق لابد ان يقبض براينا فيه ونشاوروا فيه ونطرحوا فيه راي. اذا جاوبوا السؤال هذه العمليه هذه العمليه مبدئيا ماشيين عندنا عن 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 عن, عن قطاع الحج انه نعود عنده اداره ولا شيء عندنا عن الدوله تعود تطرح استراتيجية مشاركتنا مع فيها ونسيروها معها للأمام. وهذه العملية الأخيرة منين أخلق أخلق مجلس وزراء وأصدر البيان اللي منظم الحج وتشكيل وإنشاء إدارة. سألنا الفاعلين اللي معانا منتسبين في القطاع المعني بالحج والعمرة على شنو هو تصورهم وشنو هم ملاحظاتهم على ما جرى. من دراي كان مختار عضو وتابعين لوزارة السياحة، من دراي كان عضو تابعين لوزارة الحج ووزارة التوجيه الإسلامي. شنو هي المسطرة اللي انطرحت في المجلس الوزراء كانها تتناسب مع هذه الأهداف اللي ماشيين فيها كانت قد تواكبها. وجبرنا من 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 الوكالات القسمين اللي عندنا، قسم الحج والعمرة عندنا كقسم في الاتحادية، وقسم وكالات بيع التذاكر وتنظيم السفريات. اللي هو ليزاجونس دو فواياج تور اوبيراتور وسكسيون حج عمره. هذا ورايك سويناه عن هذا برؤسائهم الاثنين. من دراي كان هذا المسار يقدروا يواكبوه ومن دراي كان عندهم تحفظ. وكانت الاجابه على انهم عندهم بعض التحفظات ولكن من اجل تصحيح هذا القطاع لازم عليهم انهم يواكبوه في ذي المرحله الاوليه. وتمت موافقتنا عليهم وتبريكهم وعدنا لقاءات مع الاداره وطرحنا لها على ان عندنا الهدف عندنا هو اعلان الوكالات يندمجوا في العمليه ويعطوا لهم حصصهم بالشفافيه وبكل مسؤوليه ويمارسوا عملهم في السابق ويحسنوا من ادائهم. واعلنا مولي اي عمليه فرز والله عمليه تنصيب والله عمليه تنقيط والله عمليه وسمه ان احنا كقطاع خاص لابد نعودوا مشروكين فيه. وتم اشراككم؟ ما تم اشراكنا يا قير خلقت ارتجالية في المجال هذا هو ومنين ما تسألنا عنها ما بقينا نعرقلوها بأنها ولا بقينا ميكرو ننتروها ننتروها عن عن, عن 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 المسار الماشي عليه لأن عندنا آمال لأنها في المستقبل منين توفى عن المرحلة متكلمون لو سمعتم تكلمون هذا اللي خلقي السنة يخلقوا أيام تشاورية هذا اللي خلقي السنة راضين عنه ولا ماكم راضين عنه ما دام راضين عنه هو ما تم إشراكهم ما دام راضين عنه أقسامنا اللي منتسبيننا حتى كان منتسبيننا من تم راضين هم راضين عنه ولا ما راضين ومنين لين يجونا الشكاوي والله يجينا قلة مرضوانية والله يجينا تظلم والله يجينا الشيء من عندهم نعودوا نتحركوا على أساسه. طيب فهم سؤال آخر من ذاك كان فهم وكالات منتسبة لكم ما حصلت على ترخيص ما هو ترخيص لا ما حصلت في عملية تنقيط عملية تنقيط ما حصلت الحصة طبيعي لأن يعود فما وكالات وكالات تعود 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 منتسبانا وتشارك في عملية مناقصة قد تعود ما ساعد الحظ والله ما وسمه يا قير بعد للعموم منين يوصلنا الشيء حتى الآن ما وصلتكم شكوى من أي حد سؤال يعني ما وصلكم أنتم راضين ولا ما أنتم راضين ما هو ما بيقوله انتم راضين ولا صفة رسمية ما بتوصلتنا صفة رسمية ما بتوصلنا طعن لا كتبوا رسمية انتم كتبوا تو معناها عندكم تمارك بالنسبة لكم ما وصلتكم شكوى ما بتوصلتهم بعد صفة رسمية ما وصلتنا الشكاوى اذا اللي خلق راضين عنه منين يعودوا راضين عنه منتسبين راضين احنا عنه لا منين يعودوا لا منين يعودوا عنه منين يعودوا منتسبين راضين ولا ما راضين هو يتكلم اسمع منين يعودوا منتسبين الاتحاديه راضين عند المسار ها الاتحاديه انتم منتسبين كاملين جاي تقوم به ما هو منين يجي يتظلم طيب سؤال اخير اياك نرجع للمدير في حالة وصلت شكاوى من الوكالات المنتسبه لكم اللي ما حضرت في التقسيم الاخير ما
في حالة وصلتكم شكاوى مكتوبة رسمية كيف ما الدور من الوكالات اللي ما حصلت على نعرف شنو الإجراء اللي تعرف نقبل طريقتنا المعتادة المال السعودية دائما التظلمات اللي نجي من عند الوكالات المنتسبة لنا ونكتبوا الوزارة ونتحركوا فيها ونبينوا حقها ونعود التظلم مبرر ماشيين فيه ونعودوا نتابعوا إذا نوقفوا على حقائقه وهو هذا هو مهمتنا وهو هو مسعانا. ثم هذا المجال ما راكم تعرفوه حتى مجال الحج والعمره حتى وهلكم هذه الوكالات اللي ثم اللي جبروا حصص واللي ما جبروا حصص اللي يحسبون انفسهم ضحيه كامل مال عضو بالاتحاديكم وكامل عضو بالاتحاديكم في منتسبين منذ ذو رخص لهم منتسبين ثم عندكم بعد واحدين جبروا حصص وعندكم واحدين ما جبروها طبيعي من الناس المنتسبه لكم حق بقى اذا الله لكم انتم عن خلقه شفافيه حقيقيه في التنقيط حسب اللي ظاهركم انتم كشخص تعرفوا هذا المجال لهم. لا ما قد نقوم لك العمليه ماني مواكبها من بدايتها وحاضرها مشروك فيها ما قد نقومها لك التقويم اللي عينك يعني عينك عليه يا غير مولي كشخص من انا عيني لا معرض لا تجربتكم نعود نمارس تجربتكم الشخصيه تقويم على مساله نعود مواكبها من بدايتها لنهايتها نقدر نقول لك خلق فيها خلل فلاني وعن عرشة البيت الفلاني والله مشات المسار الطبيعي يا غير مولي ذي الجماعه اللي منتسبه للاتحاد من اللي اكثر فنيه واكثر خبره في المجال هو وهذا حقهم من يحسبوا نفسهم ضحيه ايش قال لكم منين ما تجيب اللي قلت لك تجيب الاتحاديه تظلم مكتوب ومفصل ونقاط معينه ونقاط معينه هي اللي هي على اساسها تحدد نوعيه التظلم وتعود تتصرف على اساسه. طيب شكرا لك نرجع لك محمد المختار والمساعد مدير الحج والعمره تبان كنت عندك ياسر مش تبقى تقولوا لي كان لا ميكرو لو سمح سيد المدير. شوف واحد من الامور هاي قضيه الشفافيه اللي سولتوا عنها هون انا لا نقول لكم قاعد انتم اللي خلقتوه وياكم تعودوا حكم المشاهدين والله تعودوا المشاهدين حكم والله سيد احمد الكرب على فم وفاق فم وفاق اخلق بين القطاع الشريكه في الحج سابقا احنا 2009 والله 2012 محضر موقع وانا عندي من النسخه احنا جينا وذا اللي قال محمد لم يصحح قلتوا له انا شخصيا ما قالوا وزير الى جاوني جزاهم الله خير لا يقلدوني تهاني وقلت منهم طار منهم نظرا لاني ما عندي خبره بالملف ولا قد حست عليه لان لا يشتهدوا فيه لكن اللي مرضوا عنهم يقوموا زين لو سمحت واللي ما لو سمحت دقيقه ما نقاطعكم ما عندي خبره عنها صح الوزير نفسه ما عندك خبره ما عندك انا اتكلم لك عني انا اتكلم لك عني سؤالي ما تفهم انتم تقولوا ما عندك خبره بالمجال معناكم انتم ما عندكم خبره انتم مسؤولين في الوزاره غير ما عندكم خبره بمجال الحج بالنسبه يقول عنكم علي هي تمام يقال هذا اللي الناس اللي عنده خبره فيه ما يا حنيني احمد حنيني انا واضح اللي نقوله الوزير يختار لا حنيني نقول لا بشرح نقول لك لا حنقول لك يا الخبره معناها ارقاش كان يدير ملف كان يدير ملف والله قد دار ملف والله قد واكل ملف يا غير ارقاش نعطاله ملف من ذا النوع ومن ذا الحجم من ذا الحجم لا بد له يجبر هو وقت من نفسه ياكن يشوف حيثياته يعرف بالاذنين قد يعالج ما سيد المدير ما فهمتوني ما خليتوا نطرح سؤالي اسمح لو سمحتوا شفتوا احنا نعرفوا ان كل وزاره فيها مده تقول نفس تقول احنا عندنا تجربه في الموضوع احنا نعرفوا منين يجي وزير جديد حومه حوله كامله كانوا عين منهم واحد والمسؤول ودائما الا من رحم ربك وعود شيء مافيات كان الطريقه اللي نختر بها هذه الاداره عندنا نعطات المدة ما قد شغلت في المجال إياك ما تعود مافيا والله هذا والله 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 لا 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 ما كانت هم مافيا ولا كانت شيء لا لا ما كانت المهم المهم هذا طبيعة البشر حنين هذا طبيعة البشر أنت مؤسستك هون عندكم برامج وعندكم تخصصات وكلها يليق المجال معين وقد ما يليق له ويجرب حد اخر وقد يليق له وقد ما يليق له قدر قسم الاخرين لكن طبق علينا لكن طبق علينا احنا قد نعود مجربين يسوي الاخر قد نعود واحسن وقد نعود ما احسن هذا المهم مشيت عني بدلين دور لاني الشركاء في العمليه كاملين اياكنا نعود واضحين في الامر ونعود شركاء في حقيقه ونعود منطلقين من النقطه اللي بدات انا منها بينت لهم الحال اللي نحل عليه وعلى انهم يواكبونا ياكلنا نقدونا جبروا مخرج ولا نعود ننظروا لليوم ولا نعود ولا حضرت راضي والله زرقت معناه هذا كامل خاسر هذا ما هي رؤيه
ولا هي شراكه ولا وسب واحده ومنقطع مولي. هذه ناحيه. الناحيه الاخرى اذا اللي عدلت واداره الحج ووزاره الاسلام العام احنا الين قالنا الوكالات قايسينكم لا يسيرون. بحثنا عن اخر نقطه تلاقي جابرت عليها الاطراف وطرحنا الايدين على المحضره اللي موقع 2013 وموجود وحي وعامل به. وقلنا طيب هاي نقطه لقاء ومزات جديده ولفات استبدلت لا هي ناسوا عليها وننطلق طلقوا منها. بقات وراها تنقيطها القائم على علاته صالح ما هو صالح حسبه وشريعه احنا ما علينا نسولوا عنه. احنا المهم بعلنا عليها تاشير جميع الجهات اللي احنا معنيين بالسيد. اتفق في اتفاق محل وفاق. تقدمنا شبقه بقات سنه 2013 و2014 بالحج اللي كان ينبغي. اعلن اداره الحج تجبر ارشيف منقط الوكالات اللي ساهمت وكلها لا يدير لها نقطه اللي جبرت كيف تعدلت في ذاك المحضر ما في ارشيف. هذا ما اجبر. واضح؟ ونتحدى مال الوكالات اللي يقولوا اجبر نتحداهم يعطوني تغطيه من هي اسميه وزاره السياحه أرشيف. جايبه تنقيطهم ونعود انا منعت معلن ديون على اساس وانطلقت. تمام. واضح واضح. مساله اخرى قضيه هو شنو هذا اللي يقولوا هو الخياري هذا والله الايجابي الله ما اعرف شنو قالوا؟ تمييز هذا تمييز الايجابي تمييز هذا انا ما نتصور بعد انك تعود في التجاره واطمنك من ذاك على كيف تقدر تصور رئيس جمهوريه وتمييز ايجابي مهم؟ اسمع مهم يا طيب خارج المجالات ما مهم فيهم هذا خارج مجالات متخصصه خارج مجالات متخصصة هو إياك يعود دعم وإياك يعود يقدم مادة لرواية ثانية غير خارج مجالات قايسة مواطن في ظرفية معينة ما هي ما عندها طابع استمراري ما ينبغي بلا نعود في هذا وخاصة الثاني الثاني والماهية كنفيدك علني علن أهل السياحة نفسهم أنا في جلساتهم معايا بي اللي كانوا ممثلين في اللجنة اللي كنت نشتغل عليها علن التمييز الإيجابي أدارهم ولا عن العياد يقذفوا بهم وحدين بس مع العياد لغير الحصيله لا يردوهم تم تزويرهم ونوع من انواع من ما في فايده شعب كذاب ما يقدر عدل في التمييز الإيجابي فهم تابع تابع سيد المدير الميكروفون عندك تابع المدير تابع سيد المدير سيد المدير ميكرو ما عندهم سيد المدير ميكرو عندك ميكرو عندكم انتم المهم بعلن يعني الا نقول ممثل السياحه قد يعود متابعنا ورك انا نعرفه قال ما هو انا علني ماني نعرف خان وحدين ماني خان وحدين طيب وحدين سمحت مدير الثاني والمهيه سمحت مدير سمحت مدير دقيقه خارج وحدين من يخلق التمييز الايجابي هذا نحن شغلتنا صحافه ونعدلوا قبل وكالاتهم وسماهم بسامي زوجاتهم شعب فيه الكذب ما يقدر يعدل فيه التمييز الايجابي هذا واضح بيضان ما يقدر يعدل معاهم ما نختلف ناحيه الاخرى شو هو خالقه احنا شركاء وعندنا مهمه نعودوا موضوعيين ونخرصوا للحيل خرجوها بها الشيء احسن يا غير موضوعيه وبائتلاف وبنظرة يا غير انا قاعد يعود نافذه كامل محمد لم يذهب الى قال الحكومه قاعد ما تدعم الحج هذاك ملي لماذا تدعم الحج لماذا هو هذا ورما هو مواطني ورما يعطي يشعر بدفع الدوله ورما يعود عن حصه الدوله يا غير الدوله ما يلا اسمع تطلقهم على الوكلاء ايش لا يخلي اسمع سيد تطلقهم على الوكلاء ايش لا يخلي لا الوكلاء الدوله بدون طبق قانون انت كصحابي وانا كموظف هذه الطبقه الوسطى الين تنطلق الى الحج ما في رقاش قد حش ما بالك في الاخرين وين اللي يطلق لك فرض علي فرض علي بعد فرض علي لا عاد قادر فرض علي لا عاد فرض علي فرض عليه تدخل فيها الدوله الين تعود الدوله كيف حضور المواطن وقفي الاسعاف وصا وقفي الاسعاف اسعاف ما هو الحج اسعاف فرض ما واحد هذا طبعا هذا دعم المواطن حنين هذا دعم المواطن حنين هذا دعم المواطن هذا دعم المواطن مواطن ما يدعم الحج بالحج حنين حنين هذه سياسه الدوله والدولة هي اللي تقرر ما يمثل عليها أوكي. هي اللي تقرر ولا يمثل عليها أنا فمشي ما الدولة قررت ولاي وكالة كبيرة انحاء العالم كامل تسيير الحج عند الحكومة بالإشراف عليه يا غير قاعد أعطونا اتجهوا شور شريك خصوصي مضبوط معالم واضحة والدولة دور تقول منكم بريئة وتعودوا وتراعي فيه وتنظموا يا غير لين نعود لين نعود الحال حنيني بشور لا مشرف ما معناها خاص حنيني 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 ها مشرف معناها مشرف انا اربيتر يا قاري يشرف لا يشرف علاش وين هو القطاع الخصوصي اللي عاد عنده من النضج وعنده من الامكانيه اللي سير له وتقوم معاه الدوله اوكي ما هو خالد طيب طيب اسمح لي شوي اسمح لي شوي قطع اسمح لي قد اسمح لي نقدر نخلقوا القطاع الخصوصي اللي عنده من النضج اللي تعتمد عليه الدوله ووزاره السياحه ترخص لوكالات جديده ووزاره الشؤون الاجتماعيه هذا نقول لك في روايه هذا نقول لك في روايه كيف تتعامل مع الوكالات الخصوصيه هو خالد في روايه هو اللي يعرفنا نفهمه كاملين نفهمه كاملين يسوى غير مشرف بعلن الحاج الحاج من اختصاصنا احنا
من اختصاص إدارة الحج وزارة الشؤون الإسلامية اللي هو الحاج اللي هو الوسيلة والهدف واللي هو نقطة الارتكاز. طيب. هذا بضاعتنا احنا. معناها على ان تسييرها والله الطرف اللي يسيرها ما انا لا هنا نقول يكون عضو راضي عليها. ما يقدروا بيت الحج واضح. طيب. ما نقدروا نديروا طيب اي حنين. هذا يردنا التجربة حنيني. التجربة الحالية في السوق. كم من شاكي من وكالة تخلت عنه وكم من شاكي خلصت من وكالة عشر مرات كم من فضايح وكم من وكالة جابت الباسبور أجنبي وعدلته وكم من مكالات هذا خالد كامل يطير حنيني. هذه اختلالات وإحنا وانتم معترفين بها جانبكم منها صلحوه. ولو سمعتم ما عندكم ميكرو خطة جانبكم منها صلحوه. جمعوا انتوما يقول محمد لمين ورجعوا الروس تبولوا جمعوا انتوما ورجعوا الروسكم كقطاع خصوصي شوفوا ذاك اللي يصلحكم وشوفوا اللي تواكبوا به الدوله وشوفوا استعدادكم لتطبيق سياسه الدوله قالت حد عدل كذا وكذا وقوفك وانتقاد سياسه الدوله هذا ما تعدل وهذا ما تستولى ولا ترجع لا شروط ترجع لا شروط مثلا معناها انه ما معناها لا شروط ثم روايه ثانيه ما زال الموضوع مازال مطروح حنيني سؤال المدير هذا مهم جدا معناها الدوله انتم الدوله قال الوكالات معناها ملاو الشروط اللي قالت الدوله وتعود مشكله محمود هذا تماما احنا الين اللي نجبره قطاع خصوصي لا يعود الحاج فيه فيادي امينه عندها عقيده بعد انها تعرف انها متعانه مع شعيره دينيه ومع رقاش مخلص فاط وقال شعيره دينيه ما هو للترابح وللبيع اله والبيع اله والتلون والاسماء المعارف وعشرين وكاله غريبه احنا الدوله الدوره لا اسعاد المواطنين واضح بما فيها الوكالات يعني لابد ما حد الامور نبتها ولا عندي صالح ومعاكم وزين لقيته شفاف ولين اللي ماشي فيا ذا كامل ما هو خالد والدوله ما تتعدله ولا خالد خاسر كامل ويا رب ترجع الصحه هذا ما عنده معنى ولا مساله الحج ولا الوكالات. طيب اسمح لي شويه الوكاله لين تم ترخيص لها من قبل وزاره السياحه من رايك كان وزاره الشؤون الاجتماعيه عفوا الشؤون الاسلاميه عندها صلاحيات انها تتابع ذاك الترخيص اللي تعرف كان يستحق ما قد به اللي هاي وزاره وصيه واحنا مستفيدين من خدمه وهذا يخلق فيهم اللي نوع من لا شوف واش ما من نوع من التداخل هذه احنا ما قد نقول وزاره السياحه على سبيل المثال احنا بالنهارات اليوم القبل الاخير من تسجيل الناس عندنا 39 وكاله هي اللي قدرت تترشح نظرا للشروط اللي طرحنا النهار الاخير والله نهارين الاخير جات وكالات وطرحت لنا 140 ولا 150 ترخيص بعد 6 سنوات محكوم عنه والله شفهمنا فهمنا فعلا هذا عنده خلفية يعني اخرى ونوع من اضطراب الساحه وزرق علينا الناس اياك انها تخسر هذا وفرصه علينا نجاوب معه شفنا علينا حسن المخرج بعد انه نتكيفوا مع الوضعيه تجنبا للشارع وذاك الروايات اللي المدير مثلا كانك تعرف اللي وراهم اللي خلفيات ما هي طبيعيه خلفيات ما هي تجاريه واضح سيد المدير مثلا كانك تعرف خارجين وحدين عود وكالة أنه يطرح باسم ثلاث وكالات وأربعة وهو نفس الشخص والله ياك يجبر 18 هذا ما نقول لك والله هذا ما بلغنا شهاده ما بلغنا شفتوه هو هذا جبرنا احنا تماما هذا بلغنا ايش عدلته هذا بلغنا ونقال لنا ما نقدر نعدلوا في شيء هذه حاكمه ترخيص ومرخصتها قطاع واصي عليها تمارك واصي عليها ما تقدر تقول شيء ولا تقدر تقول هماني يغيرطونا كاملين نرجع الى كلمه السواء نرجع للصواء نعرف ان القطاع مستثمرين فيه وندور اصلاحه ونعود موضوعيين وجديين ومجردين وملي من الواحد فيه ما نعود الا انا او لا شيء نرجعوا لقطاعنا الوصي ونقولوا له صفينا ما يتملى من هبه ودب اقسم لك بالله يا اليوم الاخير الله ينقفله الا مشاو من عندي واحدين منهم قالوا لي جيبوا له ترخيص حالا والله ما عاد الواحدين جابوا لي موقع جاب خطير اقسم لك هذا اللي نعود نبتوا يسمح لي يجدون الله ويسمح لي والجهه الوصيه بضي عليه يسمح لي ويسمح لي هذا يقدر يستمر في شرحه معناها احنا كجهه حكوميه لا نطالب الحكومه بل انها تتخذ سياسه يضبط بها هذا وقصدنا بها بعد ما هو قاع هما به اللي هما ما معنى لا نوصينا دي قصدنا بها على الحاج ذا اللي منه فايدين احنا وذا اللي منه فايدين اخرى وكذا لا نفيدكم ولا فايدكم كامل وعود مالك تجربه العالم كامل ولا نخو عنها ولا نعودوا للشاز ولا نغردوا خارج هذا ولا نعودوا سي مدير انا مازلنا فما مسألة أخرى نختار من عندي وراني عندي جانب من ذا الاجراءات اللي هم نعدوا في السعوديه ما فتنا خطا عليها نختار لا ينبه عليها ان نختار ذكر لا اله الا الله محمد رسول الله
على ان مش كنت محرم لو سمحت ما حدك متذكروا هذا هو بيتكلمتوا عن الحقيبه الموحده وهذا بالنسبه للمحرم شنو المشكله دائما مطروحه موريتانيا والكل واحد محرم واحد ما محرم المحرم موضوع حلته فيه حليناه عن طريق الحاله المدنيه التسجيل عاد احد الحاله المدنيه عاد المحرم شفتي السعوديه للامان عن قضيه المحرم ما هو موريتاني ولا وزاره شؤون اسلاميه هي سانتها طبيعي السعوديه فرضها وفرضا ما اللي عينها هي اللي عندها محرم اخو إيه؟ من الام والخال ما محارم بالنسبه لهم إيه طبعا والمراه اللي قال 45 عامله بتاع محرم السجل سكان المؤمنه ايش عدلونا؟ عدلونا على ان الشخص وزوجته او اخته او امه لا يجلامهم ولا هنين لا ولا يسجلوا لامه ولا يطلعوا برقم واحد رقمهم على لائحه الوطن يا حجاج لا يعود واحد يطلعوا به يشحوا بهم ولا هنين والله يسقطوا بهم ولا هنين معناها المشكله ما طارحه مشكله من ذيك الناحيه اللي كي نحلت نهائيا طيب. اللي كلمت اللي كلمت اللي كنت نختار نقول بسرعه على 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 المواضيع يسير الان سولوا عنها على على عمل على عمل الانسان دائما في اختلالات ومفصول في تراكم التجربه يغير عندها بيئة وعندها آليات نحل بها احنا تضررنا طبيعة الضرر به اللي يسيروا كانوا يجوا يخطئوا يقال يوقف على الخطأ يكانوا مقصود ويوقف يكانوا خطأ يقال ذين كبروا سلموا احنا نتكاتبوا ونبينوا اين خلق الخلل واحنا نجاوبوا الى غير ذلك ونجاوبوا للصواب يقال اللعق في اعراض الناس وتسليط السنة على اعراض الناس واعتراء القلومة اللي ينكراوا لاعراض الناس هذا لا يقدم ولا يؤخر احنا مقتنعين بروايه ومقتنعين بها منعتنا عليها لا الحكومه والدوله ما هو همنا وما دام الامر كذلك لا رجعت عنها اللي باقي صاي يكتب واللي باقي يهذي الى مرتين على نجاوبه ونجاوبه الى مرتين معنا احنا مهم عندنا هم شكرا اعطي الميكروفون للاخ محمد امين بسرعه خليك لي لا انتم معطوا عندكم رجاج طول ذاك اللي تقولوا لو سمحت أنا نختار أولا والله اللي حق تشوفوا شو علينا نختار أولا قبل سؤالكم الرد على بعض من بسرعة خادم تتكلم بسرعة تتكلم بشور ودونك تبقى ياس بالوقت دقيقتين فقط بسرعة نختار نقول على الأخ أحمد العلي قال عني الاختلالات الكبيرة اللي قلت أنها ياسر منها ما هو حق نختار بعد نشوف ذاك اللي منها ما هو حق شنو قال عنه ما يحق قال أنا الاختلالات اللي قلت اختلالات هيك هي واضحة تطرح تخلف المفاهيم خطير جدا قلت كلمتنا على رواية أنا لو قد نعود واضح علي قد نعود ياسم المشاهدين المتاني ما يقدمه على لماذا الدولة تحجج الواقيش الدولة ما الله تحجج حد بيلي الحج واجب عليه لا حد عنده القدرة قلت واضح حني لو سمعت قلت واضح قال أنا وانت قانونا لو سمعت مدير لا يقبل كلامي غلط أنا وانت قانونا ما نقدر نعرفه شيء أبدا نجيبوا له خبراء في القانون يعرفوا لماذا الدولة عدلته دور عود الله عنده على كل حال ما هي ملزمة بصفة دينية قطعا أنا يعني شخصيا ما يقابل دولة بفاط يتحجج بها احد هذا هو قصدي غير دولة عندها جواب على كل حال امور اخرى قال ما يورد عند اليابين بين الحج كيف قلت فرض الله تبارك وتعالى والشرط بالاستطاعه الاستطاعه الماديه والبدنيه نختار نقول هنا على ان الاخ ايضا احمد اراد ان يقول ان يالتنا يعود الحج يعود وراثي يعود عند جماعه كيف المطوفين في المملكه السعوديه ويعطي وراثه هاي قضية خطيرة جدا لو أن الحج كان ورث لا يعود هو ما يعود هو لا يعود هو 2010 إجبار فرصة أول مرة إجبار فرصة هو ودخل الحج يعني توليث الحج هذه قضية خطيرة جدا ما بين اختيار ولا يسحبها لو سمحت محمد إني قاطعك ما أنا أطرح لك سؤال أنا نقبل نقاط من كلام الناس كاملة وطبعا ما زال الأخ أحمد ما زال يدور يجاوب عن هذه قال إياك نتخطاه بالعجلة أنا ما ظهر اللي عنه قال عن الحج أنه لا يورث وانا اتكلم عن انا ملي عندي تجربه بالحج بيلي قد بيلي 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 راجل من التوريزم معنى الكلمه سعوديه هذه كيف كان يقول الاخ المدير سعوديه عندها حاله خاصه وانا قد دخلت في مجال السياحه تو ما عنده علاقه بقدر مجال السياحه سعوديه عندها حاله خاصه خارجين شمل الاسر ابن عن جد عنده عامل معين واحد ضابط شرطه يعود واحد مدير في ضابط في الدفاع المدني يعود واحد استاذ جيولوجيا في جامعه الملك سعود يغرب مان من الاسره الفلانيه
منين يخلق الحج؟ منين مانع العيين به؟ اذا عندنا الموضوع ما معنا احنا عن من عنده اشخاص انا فهمت فقط البوه. انا اللي فهمت انا فقط لا 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 بيدي المعايير بيدي المعايير اللي قال عنها يالطي تستخدم معايير تكبر المجال امام مدرجه جديده بيدي لابد من اول مره لابد من يولج الى اي روايه اول مره يجب الباب مفتوح له فقط انا قلت فما هاي المعايير اللي هي اللي تجيب قضيه بطاقه المناظم سابق 2005 ما كانت في بطاقه المناظم والوكالات كانت تمارس الحج بطريقه غير رسميه وعندها خبره غير ما انا باكين عليا كانوا يقولوا كانوا يعدوا بعد يمارسوا بطريقه او باخرى لانه كانوا عندهم ما كانوا بعيدين كيف قلت انتم قبيل انه كانوا واحدين في بيع التذاكر وكذا سؤال أنا ما قلت نعم سؤال فقط ولا سؤال كانوا أيضا يمارسوا الحج بطريقتهم الخاصة ولكن في ذيك الفترة ما كانت فيه فعلا بطاقة المناظم ولا كان في ضبط القضية الأخرى هو اتفق معايا خلوا البرنامج يستمر خلطة لسه سمحت ما قلت خلوه يوصل القضية الأخرى قول المونك عندك اسمع بسرعة القضية الأخرى أنا شو مين حد ما التزم الجمهور لأن سحب من تابع حبيبي تابع القضية الأخرى هو عن اتفقوا معايا لو سمحتم اتفقوا معايا جماعة لأن قضية القرعة إنها ما هي أسلوب حضري ولا هو أسلوب يتخذ في ميدان الاقتصاد ولو كان كذلك لعدلت وزارة التجارة عدلت القرعة بين رجال الأعمال الكبار اللي يجيبوا السفن المليئة بالبضائع وعدلت بيناتهم القرعة هما والتيفاية لو كان هذا المبدأ مثلا صالح يعدلون بيناتهم لماذا المبدأ فقط يستحدث احنا أيضا وكالات وعندنا طريقة نقدو يعدنا بها تقييم إلى عادة اللي كيف قال السيد المدير أنه هو جديد على الميدان وفعلا ما نتحملوه مسؤولية الماضي لا وموجود الإدارة الماضي ولكن على كل حال احنا لا نتعامل معاه على أساس اللي وعدل هاي السنة وأيضا استقرب أيضا اعلن الحج وعدل 2013 وعدل 2014 ولا يقدر يعدل هذا الحج ما عنده محضر أنا على كل حال ما وعدل أنا بعد شخصيا أطرح السؤال لأنه ما يجد الحج وعدل أبدا ما وعدل له محضر وعدل له أي شيء ترصافع 2012 قال لك 2012 اتفقت عليها وسموها أنا بعد محضر 2012 مالي عالم بي وأنا هذا من 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 كبار الوكالات اللي تمارس الحج من 2005 صادلة يعني هذا المحضر اللي هو اللي عاد وقعه ناس باسم السياحة على كل حال هؤلاء الناس ما علموا نبي كيف مولي اللي قال السيد الأمين العام قال عنه ما جاءت شكاية رسمية احنا عندنا مكتب هذه لا سيكسيون اللي قال سيكسيون دي زاند فواياج دي اوبيراتور هاي لا سيكسيون عدلت اجتماع في مكاتب الاتحادية باب العمل وعدلت عندي عنها اتفقت انها لا يتعدل رسالة باسم الاتحادية وهذه الرسالة انا جاتني في الايميل وصححتها وصلتها لهذه الجماعة اللي هو اللي الإمام هذا هو وحمود اللي أعضاء في المكتب وقالوا عنهم جابوهم للسياحة إلى عادة صار مثلا رئيس لا سيكسيون امتنع منه يعدلها يترانسمتيها للفدراسيون بصفة رسمية وعاد هو معتمدين عليك بعد الرسالة جاته وإحنا متضررين فعلا من هاي القضيه ما هي قضيه قاعدنا ما جبرنا حصص احنا بعض جبر حصص انا جبرت حصه ولكن هاي الحصه اللي هي ما هي الاساس هو الاساس كيف قلت المعايير المبدئيه اللي تسمح لنا كيف قال السيد المدير ان نرفعوا من مستوى هذا الحج اللي هو نجبروا معايير ما تحد يدخل فيها الصبع هاو الناس اللي عندهم الخبره تعرفوا خبرتهم وتعرف وتصنف والناس الاخرى اللي عندها خبره هي ايضا تنعرف لها خبرتها وتندار معايير متعدده واضح تفضلي الاعتماد هون على الخبرة من أجل لا 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 ما على إعطاء الرخص عفوا فضل لو سمحت أنتم مطورة لا ترى الاعتماد على الخبرة خصوصا في مجال الحج والعمرة بالنسبة للوكالات سواء اللي راخص لها واللي ما راخص لها إيش حاذ بالحاج لأن من بداية العملية كل سنة دائما فهم مشاكل فهم ضحايا بقوا عالقين في المطارات الناس تموت تأخذ ماتريال اللي رافدين وفهم ياسر إذن الاعتماد على الخبرة هون منين ما فهم خبرة مطبقة على أرض الواقع يتم الاعتماد عليه هذا هو اللي قلنا أعلن عدد السنوات الخبرة لا يفيد شيئا
القضية المهمة والأساسية هي الخدمة. من درى كان هذه الخبرة كانت إيجابية ولا سلبية؟ حد فوت مثلا 10 سنوات عند الخبرة سلبية، وكيف قلتي يتلاعب بالحجاج، يتلاعب بأموالهم، يتلاعب بهم، هذا بالحقيقة هذه الخبرة ما قد حد يعتبرها خبرة خبرة إيجابية. في وكالة عملية تنقيط محمد، لابد كيف قال السيد المدير، لابد ارتباط، لابد ارتباط هذه الخبرة. في وكالة في وكالات في عملية تنقيط قد تشكي منها وجبرت حصة وتم التعامل معها وهي قد تشكي منها؟ والله انا شخصيا ما نقد مثلا ما نقد مثلا باللي ما عندي الخبره الحقيقيه، ما عندي نعرف عن كل سنه في فضائح في الحج. كل سنه، السنه اللي قبل الماضيه في اناس وعندهم تآشر وناس من اجانب كثيرين، معدل اكثر من حصه موريتاني، والسنه الماضيه في اناس ايضا وقال لهم لا يحجوا عن طريق السنغال وعن طريق غينيا وعن طريق مالي، وعقبوا ما حجوا. وحتى البعض ما زال الان يطالب بعض الوكالات. انا هون ما نختار الوكالات. انا هون ما نختار الشهر بواحد ما نعرفه، احنا ما بينا الشهر ما نعرفه، احنا هون مفتوح ونتكلم مفتوح. لا ولكن انا شخصيا للامانه ما لين الشهر نعرف عن هذا الموضوع، هو معروف الناس تعرف انفسها، ولا لين الشهر بلقاه نقول الفلاني، ولكن هذا موجود وحنا نعرفه كاملين، نعرفه عن السنه الماضيه والسنه القابله. خلقوا فيه اختلالات وخلقوا فيه فضائح في العدل. نختار هنا ترجع شوي لقضيه السيد المدير. هل تكلمتوا عنه بسرعه؟ القنصليه السعوديه نفسها في موريتانيا عدلت عنه، فتحت عنه تحقيق حقيقي مع 26 وكاله موريتانيه، وانا قلت سمي لك واحده 26 وكاله موريتانيه تم التحقيق معها، وجاءوا ضباط المملكه العربيه السعوديه حقوا معها، والعمليه معدلينها الوكالات. من درى كان اذا بتحس المعلومات عندك، هذه المعلومه نحن ما عندنا. يطرح لي سؤال. لا لو سمحت محمد امين، نحن ما عندنا المعلومه عن الوزاره، عن المسؤول عنها. الى اطلاع لك عن فم مسؤول الوزاره وضحها لنا. مسؤوليه؟ الوزاره. كان الوزاره عندها علاقه بالعمليه والله مسؤوله عنها. لست ادري. ايوه. والله لست ادري. عن المشكله صار. في تجربه نتكلم عنها، تجربه في وكالات. في وكالات نافعه، في وكالات ما نافعه. هذا موقفي ان التجربه وحدها عدد السنين وعدد بطاقه المنظم وكذا وكذا هذا لا يفيد شيئا، لابد يعود مرتبط بالخدمه، ولا يعود لابد تعود هذه الخبره تعود ايجابيه. نختار فقط نتكلم عن بعض المعايير اعطوني الوقت. نختار نتكلم عن بعض المعايير اللي جابتها لنا السنه هذه الاداره، بعض المعايير اللي راعلنها معايير كانت غير موفقه. المعيار الاول واللي غريب جدا هو اعلن ميس سنه داروا معيار ضمان بنكي طبيعي. ضمان البنكي طبيعي انه يعدل كل سنه. السنه الماضيه وعدل بضمان ب 10 ملايين، ولكن الغريب هاي السنه انهم طلبوا 5 ملايين نقدا. والله الشك مصدق، وهذا غريب جدا لانه اولا قانونا ما عند حد الحق في انه يوخذ المال من وكالته الشور بروايه ما هي معروفه. ما تعطينا واسمه حصه. وثانيا هاي الوزاره هاي الاداره قبل حنين هاي لا حنين وفيك لايم تابع محمد لو سمحت. الى ان هذا خطير جدا من مسالتين المساله الاولى بسرعه محمد المساله الاولى هو اعلن هذا المال اللي هو انقبض من البنك وندارف عن شيك سيرتيفيه، البنك ما استفاد منه وصاحب الوكاله ما استفاد منه بباب احرى وزاره اداره الحج. ثانيا هاي قضيه خطيره جدا ان وزاره اداره الحج انها في غضون يومين قبضت 800 مليون. قبضت شو معناها؟ قبضت جاءوا شيكات مصدقة والله نقدا قبضتهم ودارتهم عند بنايتها. هذا شيء خطير جدا، هي ما هي بنك. وهذه القضية الأخرى اللي غريبة جدا لأن هي لماذا ما تطلب ضمان بنكي؟ ما تثق في البنوك؟ هذا السؤال اللي يطرح عليهم أيضا ولا فهمنا احنا بعد. هي ما تثق في وزارة أخرى. هذا سؤال يطرح. احنا ما نلقيضان. احنا جينا للمدير قبل هذه القضية وسألناه قلنا له إذا كان عندك إذا كنت ما تثق في بعض من البنوك اعطينا بنك تثق انت فيه ونشوف لك من الضمان. قال لنا لا لازم تجيبوا لي نقدا، والله الشك مصدق. هذه قضيه غريبه جدا. القضيه الاخرى هي اعلن الوزاره ذاك الضمان يبقى عندهم الى انت. الضمان الحمد لله عقبوا قاعد ردوه. يقدروا يردوه طبعا. الحمد لله ردوا. هو الحق. هذا العالم بيوتو. انا بعد الاول نعرف بسرعه ردوا شني؟ انا الاول نعرف حني. ردوا السلام عليكم. ما يجف ولا ابدا نسمعه. انا ما عندي معرفه اخرى والله ما نعرف يا اخو. لا تحلل سيد المدير. سيد المدير اسمع. انا ما اعرفه.
السلام عليكم سيد المدير. سيد المدير لا تقبل تتكلم. محمد امين اي جف ولا بنسمعه قولني روايشني. قلت لك ان هذا الشك هذا الشك المصدق تمينا يوم ندى تمينا يوم مدير لو سمحت المدير مدير لا نتكلم وافري تفضل تابع تابع تمينا يوم ندى تابع هو ما عندي ميكروفون تمينا يوم ندى الين عيطونا واعطونا هذا اعطونا هذا المبالغ ردوها لنا ردوا المبالغ ردوها لنا القضيه الاخرى الغريبه القضيه الاخرى القضيه الاخرى الغريبه جدا سينون فا كوبي المعيار الاخر اللي غريب جدا هو على حازو جفت الفضل ما شرحت انا دور رجع له يقول انا بسرعه قال بالعزتك اخو انا قلت لك ردوا هنا فقط ردوا هنا تميت اتصل بي اتصل بي واحد من الزملاء وقال مشي المنظم اداره الحج يعطوك بالشكات ومشيت وجاب من الشكات اللي قال السيد المدير ماني عالم بيه اطلاق المال عالم بيه وصادق قال احنا ما سمعنا ما سمع احد لا تجاوبش ما سمع شوف القضيه الاخرى هي يعني هاي الاداره متباركه مع تعطي اسعار للحج شهر المملكه العربيه تقول هذه الوكالات لازم عليهم انهم يبيعوا بمليون و400 ومليون و600 و800 يبيعوا اي نوع من يبيعوا الحج ما نعرف الحج اللي يبيعوا هو شنو انا بعد مثلا استغرب لا غير ما يفرضوا عليكم لا هاي مغالطه ما يفرضوا عليكم انا استغرب هوتيل 5 اتوال حنين على على لا تعطيني المليون و400 انا استغرب من هذا اعلن هاي الاداره تقدر انها تحدد الاسعار موسم الحج المملكة السعودية ذاك اللي فيه من المضاربات وذاك اللي فيه من الأسعار المتغيرة إنها تقدر لأنها تحد الأسعار ثانيا حد أسعار مسطرة لو سمحت ثانيا الأسعار حسب الخدمة حمدني ذا كلام خطير لازم حنين هذا هو اللي عدلوا يا غيرها ما يتواسى أنت عندك مشاهدين ما قد غلطوا هي ولا حد أسعار مسطرة بين وكالة وزبون أنا لقيتك عن دور تلسن كتول ما تقدر تعدل هاللي بين 400 لا تقول عن دور ليموزين حتى المسطرة اللي قالوا هم الأسعار اللي أعطاه ما يقد حد يعدل بين اللي قالوا هم إطلاق ما يقدر يعدلوا به القضية الأخرى واللي خطيرة جدا قالوا أن هاي الأسعار اللي هي إن الوكالة يجي زبون انه يمشي معاه شور اداره الحج ولا وزاره الحج وانه يتعاقدوا امامه وبن الزبون يعطي فوط ويدير الحساب الوزاره هذا ايضا خلل لا كيف افضل مزاره في 6 مليون لا يحرم المواطن منه تعطال لكن ما يقول دقيقه شوف لا وفهم عندنا فاهمين اللي نرد لكم فيها محمد اللي اسمع لا يرجع لك 2 مليون تقول بضيف فيها وقتك عندك لا 5 دقائق بسرعة أول وقت مشكلة احنا بعد قاعد على كل حال تفضل بسرعة ينبغي أن نحلو في المفيد ولا نحلو في المشادات المهنية والآراء الخصوصية ولا لا نقول أعلن ذلك ينقال له الحج حد يعرفه بكل أمانة يعرف أنه تم تطوير مستوى الخدمات فيه تطوير جيد حد يعرف الحاج في ذو العمان الماضي يعرف أن الحاج الموريتاني كان يعود مزروق في أطراف المدينة المنورة وفي عماير خاصة خربانة ويعرف أنه من اللي دارك 4 سنين كل الحجاج الموريتانيين موجودين في المنطقة المركزية في المدينة المنطقة المركزية في المدينة معناها أنهم فندق مصنف أبعد اللي منهم 500 متر على ضرك لا قاع ضرك لا نقول على جميع الوكالات الموريتانية كانوا جوما اليوم يشوفهم وكانوا جوما بهم ماشي ساكنين اليوم غير حنين أنا نقول لك تطور فائدة التجربة وتطور العمل على مستوى الوكالات بما أن الوكالات بما أن الوكالات ورجوا القطاع لأن الليل وضارك من الليل وذرة عمان جميع الحجاج الموريتانيين موجودين في الفنادق المركزية في المدينة معناها أنهم فنادق مصنفة ومعناها أن بعد واحد منهم من باب الحرم حدود 400 متر هذا يذكر ويشكر بدلا من ذاك اللي كنت نقول لا نقول أنهم في مكة ملي أعلن جميع من كان قد يتصور على أن خارج حاج موريتاني ما هو على جبل مطشش والله في ساحة الإسلام والله في مدارس البلاح والله بعد الهنداوية اليوم أغلب الحجاج الموريتانيين جنب الحرم ونقول مطلين على الحرم بعضهم يعود مطل على الحرم أمام الأبراج هذه حقائق وعود يصلوا من غرفهم ميكروفونات الحرم هذه أشياء واضحة وحقيقة لماذا؟ لأن تطورنا وتدرجنا في الخدمة وحتى اللي قال له حج البعثة اللي هو حج البعثة معروف أن جميع حجاج موريتاني من يدور 4 سنين موجودين في مركز إلياس 150 متر من باب الحرم النبوي وهذا يذكر ومعروف أنهم ذو السنوات الماضية مشاو بهم إلى عادوا قرب منن به اللي حج اجتماعي والحج الاجتماعي ما يقدر يعود ما يقربهم حد من الحرم والله يبعدهم عنه والله يعود في الوسط والفكرة اللي اختاروا لهم من خلالي أنا كفني نعرف على أنها هي الأمثل
باللي عادوا يعودوا جنب منن ايام الحج مرتبطين بسكنهم وموجودين قربهم. وفي السنه هذه حسب المعلومات اللي عندي اعلنهم قبضوا لهم عماير 4 عماير. اياك يخف الاكتراث ونقل النقابه ونقل النقابه والنقل بالطبع موجود النقل وفم النقل الاضافي اللي ينقبض زائدا. احنا كوكالات نقبض النقل خارج عن شكل مطوف. احنا ندفع شكل مطوف في جميع الاجراءات ولا نعتمد عليه. نكره احنا النقل لعلمكم يعود باص له نقبضه بعد 6 ايام نقبضه مليونين زيادة لمدة 3 أيام اللي هم مدة الحج. معناها أعلن يلا نفهموا أعلن أخلق تطور في ذلك ينقال له الحج الخدمي وحتى الحج الاجتماعي أخلق فيه تطور يلا نذكروه. وهون لا هنشير أعلني أنا خصوصي يا غير ينبقي أعلن نعود أمنا مع عروسنا ما بتناعدنا في المرحلة الحقيقية اللي تسمح لنا بتتخلى عنا الدولة كاملة لصالحنا. لماذا؟ لأن فينا بعض الاختلالات اللي أشرنا عليها. ولا نقول هون لأن نحن في مجال كوكالات منظمة أرانا منبهين جميع المواطنين أعلن فيه 55 وكالة هي الجابرة الحج دي السنة. وهذه 55 وكالة الصبح مع الصباح كل واحدة منها موجودة عليها يافطة تحدد لأنها مرخصة فرماسينات مرخصين غير حانيني شوي وكلها عنده 18 حاج. لا نقول الصعب لأن هون لا في الوكالات الأخرى ما هي مرخصة واللي حالا حاس فيها أنها تقبض جوازات الحجاج وتتمنيه مبشي خطير يعني. لا نقول اعلنا ما ينبغي واعلنا ما نتحمل مسؤوليته وحد قال الحد اعلنوا لا يحجوا خارج البلد يراه هو اللي يتحمل مسؤوليته وراه حد منا احنا اقبض ورقه من عند حاج اعطى وصل الحاج ملزم بحجه والله يلا نعلمه به احنا كتنظيم وكنقابه ما لنا حامين حد كامل خالف ومطالبين من اداره الحج حالا اعلن التفتيش والتفتيش والرقابة علينا هم من اللي ما لنا واضح ان على ذلك ينقال له ابتداء من ضرك ينبغي على ان الخدمه قانون بدور الله اللي قاعد الخدمه تعود هي الاساس. لحظه الخدمه زال لك سؤال واحد يا ابو لك الخدمه بسرعه الخدمه تعود هي المعيار اللي يلا نقبضه على اساسه للامور. الجانب الثاني جانب خرمل جانب بعد عدة جوانب. لماذا بسرعة أحمد ما هذا الوقت بسرعة بسرعة أنتم لا تعرفون يحفظكم ما أنا مرامكينك بسرعة أنا أحمد بسرعة أنت ذلقت واضح وضحت رأيك سؤالك تفضل كل بساطة أنا يلا ندور سؤالك تفضلي لا بسرعة بسرعة سؤالك تفضلي شايف على التحسينات حنك لا لا لم يلعب لا يخلق لا نرجع لتو التحسينات شايف على أن خلقت مؤخرا نتيجة شايف شايف على التحسينات اللي خلقت مؤخرا اللي ذكرت ان الحاج منذ 4 سنوات لو سمحتم لو سمحتم حاول يخسر الوقت احنا ما عندنا الوقت حسب كلامك قلت الحاج بدا يعامل بطريقه ما كان يعامل بيها وندار في ظروف احسن نتيجه الحسب لو سمحتم كفاءة الوكالات اللي انت ما سمعتم ايه سكت عنا خلاص سمعتم خلينا نفوت كل اي حد تكلم لا يخل عن ما معقول يقدر نواصله وقع ما قلت حاجه حد 300 متر صحيح شفتي لا لا نقول لك على ان حنين شوي المفسوح والله والله شوف السؤال ما انطرح سؤال ما انطرح لو سمحتم ايه لو سمحتم هذا لو سمحتم ايه لو سمحتم لو سمحتم ما يصح هذا ما يصح هو الجمهور يصنت انتم الجمهور ما تقدر تصمتوا الكلام رجال التلفزه خلص البرنامج قاعد تكلم على راحته بده هون ما في حد عنده ميكروفون مو ضيوف اي شيء قلتوا تشوشوا يعني مسموع وتشوش علينا هذا ولا يحصل ما لا يحصل شيء في البرنامج ما حصل على النتيجة هذا ما هو الوقت وقت البرنامج قلت لك اعلنك حسب اللي قلت اعلن فم اعلن التحسين اللي خلق 4 سنوات اللي ذكرت الماضيه من ظروف الحاج لا راجع للوكالات اللي تابع لها الحاج في السنوات الماضيه حسب كفاءتها كيف ما قلت الكفاءه فقط صح. طيب في 27 من شهر ابريل 2014 قامت مجموعه من وكالات الحاج والعمره بتظاهره سياسيه داعمه للمرشح الرئيس محمد عبد العزيز تحت اسم مبادرة الفوز لدعم محمد العبد العزيز وقد أكدوا بأن جميع المنتسبين للمبادرة عازمين على وضع جميع إمكانياتهم تحت تصرف إدارة حملة الرئيس مستقبلا. البعض يرى أن هذه الوكالات التي حصلت على الترخيص في السنوات الماضية هذه الوكالات التي قامت بهذه المبادرة كيف ترى؟ هذا غير صحيح بسرعة هذا غير صحيح ما عنده علاقة احنا في تنظيمنا كمهنيين فينا الأطياف السياسية كاملة ملاك الوكالات كأشخاص لهم الحرية في آرائهم مبادراتهم وغيره سواء للمعارضة أو للموالاة وفيما يخص هاي الأمور لا نقول على الحد ما هو مفتري ويبقى يقول شيء ماذا كذا يعدل فيها شفاف ونعرفه كامل وعلنا مزلنا في ديارنا كلنا يعرف نقط اللي فيه وإحنا هم المعدلين بيدين
فيها بعض الاختلالات، فيها بعض الرؤية المستقبلية، نجلس كاملين ونتعاون ونتعاون مع الإدارة الجديدة من أجل أن نطورها نحو المستقبل. اختلالنا في التراخيص، اختلالنا في الوكالات المائية خارج، اختلالنا في نفهمه على النظر كالحقنا مستوى معين ولا هنشيرهم، على أن نحن ذو مطالبين الجهات المعنية بأننا ما نعوم ونغرق طبق القانون. طبق القانون هذا ما ينبغي. أحمد لا نرجع لك جانب الثاني، جانب الثاني خارج شي شارع عليهم من الوكالات كانت فضة مد، والله قاست سينيقار، والله قاست جهة ثانية، احنا بعد ما ندافع عنها ولا أن معها ولا نعرفوها ولا أن منها ولا أن منها ولا يشير حد على أن منها. لا يشير بتحدي على ذي الوكالات حالا اللي يشيروا 34 منين تعود فيها وحدة قط سجلت عليها اي مخالفه؟ والله قطش كم منها، والله قطش كم منها، ما فيها واحده وموجوده الاداره الرعيه ورشيف فذو. الجانب الثاني كل سنه استنى كل سنه ندفع ضمانات ماليه تبقى، ما في واحد قط مفك له ضمان، معناها قط شافت عليها اي ملاحظه. واضح وهذا يذكر. سيد بسرعه بسرعه، عندك شيء تجيبه بسرعه، لا تحرك احمد، بسرعه لا عندك شيء تضيفه. انا الاضافه اللي عندي هي على ان خلاص كمرت وحرك الشاسي. هذه عمليه الحج صراحة اللي مكلفه بها وزاره التوجيه الاسلامي، ان احنا كاتحاد مسافتنا بين الوزارات كامله يسوى وزاره السياحه المدرعه واللي احنا عضو بعد بموجبه على ان عضو في اللجنه اللي تشرع على الوكالات التشريع النهائي هذا اللي واسمه، وعلنا بعد للأمانة في المرة الماضية ما شرعنا وكالات جدد، إنما خارجين وكالات كانوا عندهم شرعت بي في نار واحد. ما شرع احنا بعد بحضورنا، احنا كمحضر موقعينه وقعنا محضر على وكالات مبدلة لسامي أن أرقاج كان بايع وكالة لرقاج وعاد لا يحول هذا كامل من أجل تعرفه. وعلنا مولي ما منتسبنا من الوكالات هو على تشريع تام. شكرا سيد المدير، بسرعه لو سمحتم، عندكم دقيقتين كل حد عنده دقيقتين. انا ذكر بعض الامور الاساسيه، احنا رشداء واهل هم، وذكر الاخ محمد لمين جميع مداخلات ورد فيها على خطير جدا تدخل الدوله، خطير جدا العدل الوزاره، خطير جدا اخ ملايين مقبوضه رهان، خطير جدا وكذا. احنا في دوله وتابعين القانون وخاضعين له، يعطينا فتوى قانونيه ذا الخطر كامل اللي عيط به، يعطينا فتوى قانونيه وشو كان ما نرجع عنه؟ هي طبيعته غير ما نصرفوا فتوى رجاج ذاته هو ما نصرفوا بها. هذه واحده. المساله الثانيه اختير نقول نختار نذكر زملائي في الوكالات على ان مع الاصلاح وذاك لا يصلحهم من قدنا اللي نقدر نساهموا به بجهودنا المتواضعه تحت ايديهم، يا غير نقولهم بعلن ذاك اللي وافق عليه وصادقت عليه الحكومه ما عنده رجعه، ولا اللي عادوا متهمين واحدين منهم بعلن فم اختراقي قد يخلق له والله لا رواقي شو المشرفين عليه واهمي، ولا نعود ومشتقلوا في قدر الشفافيه، واي وكاله جار منها الشكوى من اي حاج فاسم بلد نقدوا نوقفوا ترخيصها على 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 عرفه، على عرفه ما هو ثاني على عرفه، واي تلاعب به هذا الص اللي معدلين احنا فيه خلل قانوني الفتوى اللي به تنجاب لنا. هاي وسابق نوفي لا تعطوني شوي بلاغ على الهواء ذكر على ان الصبح يوم الاثنين الى يوم الاربعاء فاتحين التسجيل للناس اللي على لوائح الانتظار بالنسبه للحجاج عند اداره الحج، نختاروهم يفهموا لو انهم يتوجهوا لاداره ابتداء من الساعه 8 عند فاق مدوام لهذا الغرض. شكرا دومينيت. طيب بسرعة انا في النهايه نختار نقول اعلنا بسرعة طيب ميكرو بسرعة شوف بسرعة لا نقول لك مفارقه بسرعة اعلن واحده من الوكالات واحده من الوكالات بعد ميكرو سيد المدير واحده من الوكالات الشاكيه اللي تعيط ضدنا راعيها ما شال رساله باسمها اعلنها تقترح لن يعود ثمن الحج بالك اقراه اعلنوا 1,370,090 اعلنوا اقتراح منها راح شوف هم يقولوا 1,400,000 ما كافيه واهم معناها اعلن هم مقترح على ثمن عدو وهم شاكين واضح. ميكرو محمد امين محمد امين دومينيت واضح دومينيت في النهايه انا اختار نذكر السلام عليكم نحن ما عندنا مو دومينيت لا في النهايه نختار نذكر رقم اللي قال كامل من شفافيه العمليه وسرعه ضاع عن الوكالات وهذا عندي هنا اياها هون نختاركم تشوفوا 7 38 وكاله شاكيه
وياسر منها في اتحاديه متضررين متضررين وشاكين تماما من هذه الاجراءات. انا اختار ان نقول عن ايضا تدخلي هذه الليله نختار نعود ايجابي تدخلي الليله. انا من الوكالات اللي استفادت بلي وكالتي لها عدة سنوات من أوائل الوكالات اللي تمارس الحج ومعروفة على الساحة. ماني سامي اسمها. تفضل بسرعة. ونختار نقول عن يعني الليلة حضوري هون إياك على أني ننير أيضا بطريقة الرأي العام من أجل أن نتوصل المعايير تعود شفافة وتعود ترضي الجميع وتعود كلمة أخيرة المعايير اللي هي معايير ما يقدروا يداروا فيها الأصبع ومعايير واضح للجميع ولا نختار حد ينقصه لا حد الصا فياتها ولا حد عنده الخبرة يقدر يجبروا معايير توافق عليها الناس كاملة وتعود لمصلحة الناس كاملة ياك تروح مستوى الحج وياك نضمن الحج خدمة جيدة. لمي العام بسرعة أنا قبضوا منه التجربة نعدوا أيام تشاورية على عملية الحج نرسموا خطة بناء على قواعد سليمة وعلى مبادئ سليمة من أجل تمكيننا على 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 متابعة هذا المسار. ونختار الدولة متمثلة في وزارة التوجيه الإسلامي وإدارة الحج تكثر من شراكة القطاع الخاص معها وخاصة اتحادية السياحة من أجل أن نتفادى وياسر من الأخطاء وياسر من الأمور اللي قاعدين نعود وراك ما نناقشه. شكرا أمين العام. أحمد دقيقة شكرا. أنا ملي في نهاية البرنامج لا هي إحنا كمهنيين نذكروا على أن على استعداد للتعاون بكل ما من شأنه رفع شأن القطاع وأداء خدمات جيدة للحج. غير ما لله نقوله على أن كمهنيين ضد تماما غلاء تكلفة الحج بهاللي هون مضاربات وهون أشخاص يسوى ليهم يخسروا الحج ويخسروه باسم الخصوصيين. إحنا ضده تماما. الحج ما دام ما هو في حدود معقولة وميسرة وأرباحه معقولة وخدمات يفهم حد على أن الحج شعيرة ومسلم مولانا ماشي الله يكمل ركن من أركان الإسلام وعلى ذاك الأساس ينبغي لأن تعود فيه الأرباح بيسر ومسامحة ونفهمهم ملي على أن احنا كمهنيين منين تعود فهم جماعة لا يتقرقوا وتخسروا في مضاربات وبأسعار خيالية إذا ما نقابلين. ينبغي أن تتناسب المبلغ مع مستوى الخدمة اللي الله يقدم. وفي نفس الوقت براءة من حد يقبض خارج الإطار السليم. ومنبهين المواطنين مرة ثانية إياك ما نحمل بها لله ينقال الوكالات ويفهم أن احنا العاملين في المجال. لا الوكالات ياسرة ولا توفى ذي الوكالات الياسرة ولا توفى منبهين الناس على أن تكرد فاضتها وتعرف أن الحج الخالق منه حقيقي هذه 1692 موجودة عند البعثة عند مكتب شؤون الحجاج 1000 وقد عند 55 وكالة بمعدل 18 وقليل منها المفاتك وضع عليها التزام وتحديد تكلفتها لا يتم بعد من يرجعوا المناديب وعدوا عدلوا إيجارهم وشافوا عقودهم وشافوا يبقى للمسطرة المحددة وزارة الشؤون الإسلامية. وشكرا والسلام عليكم. طيب شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام لأننا وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة التي تحدثنا فيها عن الحج وربما رأى البعض أنه من العيب ربما أن نجلس نتحدث عن مشاكل متعلقة بشعيرة إسلامية وشعيرة دينية ونحن في بلد مسلم ولكن طرح المشكلة من أجل النقاش حولها ربما يكون هو الحل. نرجو أن نكون قد توصلنا إلى حل ولو نسبيا الليلة ونرجو أن تكون أيضا الجهات المعنية بهذه القضية قد استمعت إلى هذه الحلقة وقد استوضحت أو اتضح لها البعض من المشاكل التي ربما كانت خائبة. أشكر بالأسماء ضيوفنا لهذه الليلة محمد المختار والمسيعيد مدير الحج والعمرة ومحمد لمين وللعالم صاحب وكالة ومرحبا والخنافر الأمين العام لاتحادية السياحة وأحمد والعلي صاحب وكالة. أشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعة هذه الحلقة ونلقاكم في الحلقة القادمة من جلسة وطنية. طبعا سابق نوفا وشوي نشكرهم للخطة اللي عدلوا لنا البرنامج ليكيب تكنيك اللي هو على الديكور والإضاءة على الشيخ العليين وعلى الصوت جايفل والمخرج برتن كمدم دون ننسى طبعا مصورين الولي وطالب والشيخ باي برتن كمدم. شكرا وشاكرين الجمهور اللي كان معانا واللي ما تكلم اللي كان وديبي ولا وجيد جدا. مرحبا وسهلا وهلا وشكرا. شكرا.